طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدأ النهاردة بإذن الله. المفروض إن إحنا عندنا الريكيرجن. يعني إيه ريكيرجن وإزاي بيشتغل وحل مسائل عليه؟ كل ده اللي إحنا هنعمله النهاردة. هنعرف يعني إيه ريكيرجن، إزاي بيشتغل، إزاي تفكر في المسائل اللي فيها ريكيرجن، وكمان هنحل مع بعض ما لا يقل عن 10 مسائل بحيث ان الفكرة توضح اكتر. طيب، ايه هو الريكيرجن؟ الريكيرجن ان انت بتنادي على نفسك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انت بتكلم نفسك. يعني ايه برضو؟ يعني ان انت تفضل شغال 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 لحد ما توصل لكونديشن معين يوقفك، زي اللوب. زي اللوب، ولكن في حاجات اضافية. يعني ايه برضو؟ في الاول تعال نعرف يعني ايه ريكيرجن وازاي بيشتغل. الريكيرجن هو شغال تبع الفانكشن، والفانكشن دي ان هي بتنادي على نفسها. يعني مثلا تعال نقول ان احنا معانا فانكشن، وليكن مثلا void recursion، وجوه الفانكشن دي انا بنادي على الريكيرجن تاني. تمام؟ لو انا جيت عملت كول هنا للريكيرجن دي، فكده احنا هندخل في انفينيتي لوب. اهو انفينيتي لوب، مش هنخرج منها ابدا. ليه؟ لان انت في كل مرة لما بتيجي تدخل الفانكشن اللي اسمها ريكيرجن دي، بتستدعي نفسها تاني، فتروح طالعة فوق، تدخل للبادي بتاع الفانكشن تستدعي نفسها تاني، 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 وهكذا مش هتخلص. طيب الحل ايه؟ او ايه برضو الفكرة من الفانكشن، او ازاي هو الفانكشن ده شغال؟ الفكرة كلها في حاجة اسمها الستيك. الفانكشن الريكيرجن شغال بشغل الستيك. في البداية انت هنا لما بتيجي تشغل البرنامج، اول حاجة بتضاف في الستاك هي المين. دي المين فانكشن، دايما دي بتكون اول واحدة. هو اصلا البرنامج بتاعك لما بيشتغل، احنا بنعرف منين ان ان البرنامج ده اشتغل؟ هو اول حاجة بيعملها ايه؟ بيجري يشوف المين. المين دي موجودة فين؟ طب هل ممكن البرنامج بتاعك يشتغل من غير ما يكون فيه فانكشن المين؟ مستحيل، صح؟ طيب بعد ما بيشغل المين، هو بيضيفها في الستاك ويفضل شغال عادي لحد ما يقابل فانكشن تانية جواه. بعد ما يقابل الفانكشن دي، هو بيروح ضيفها في الستاك. بعد كده لما يخلصها، المفروض ان هو هيشيلها من الستاك. يعني تعالى مثلا نفترض ان الفانكشن دي كان اسمها برنت، سي اوت هالو ورلد مثلا، وهنا انت بتقول له برنت. تمام؟ لما نيجي نشغل الكلام دوت، هتلاقي ان هو عمل ايه؟ ان هو طبع لك هالو ورلد. حلو قوي. طيب البرنامج ده اشتغل ازاي؟ هو في البداية دخل المين في الستاك، بعد كده مشي على الكود لقى برنت، فراح ضايفها في الستاك. بعد ما خلص برنت راح شايلها من الستاك، لقى نفسه ان هو خلص المين، راح شايل المين من الستاك، وكده البرنامج بتاعه خلص. يا ريت اللي فتح الميكروفون يقفله، ومحدش يفتح الميكروفون الا لما يريز هاند. بعد إذنك يا أحمد اقفل الميكروفون. طيب أنا غلطان، ثواني. ماشي، نكمل. آخر حاجة وقفنا عندها إيه؟ إن إحنا لما بنوصل إن المين خلاص خلصت،
احنا كنا قلنا البرنامج لما بيبدأ بيضيف المين في الستاك، بعد كده بيروح رايح للكود هيلاقي فانكشن البرنت، هيروح ضايفها في الستاك، ينفذ البرنت، بعد كده يروح شايل البرنت من الستاك، هيلاقي نفسه ان هو خلص الكود فهيروح شايل المين من الستاك. واول ما الستاك بتاعك ده بيفضى معنى كده ان البرنامج ايه، ان البرنامج بتاعك خلص، فبيبدأ ان هو يقفل البرنامج بتاعك. طيب هل ممكن فانكشن تتحط في الستاك كذا مرة؟ وهو ده الريكيرجن، ان الفانكشن بتاعتك بدل ما هي محطوطة في الستاك مرة ممكن تتحط اكتر من مرة. ازاي بقى؟ تعالى وليكن مثلا معانا لوب، واللوب دي اي اصغر من 5 اي بلس بلس سي اوت ريكيرشن. تمام، لما نيجي نشغل البرنامج دوت هو هيعمل ايه؟ هو هيطبع كلمة ريكيرجن 5 مرات، صح؟ وصل اي ماله؟ لا اله الا الله. هيطبع كلمة ريكيرجن 5 مرات. تمام، احنا عايزين ننفذ نفس اللوب دي بس باستخدام الريكيرجن. يعني ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انت هتنفذ الفانكشن دي 5 مرات. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اصلا كنت ممكن اعمل الحركة دي، اضيف دي هنا، تمام، وبدل ما انا اعمل سي اوت لريكيرجن لا هعمل برنت، صح كده؟ مش هي دي؟ هي دي. السي لاين بجد، يعني انا مش عارف كل الظروف ضدنا النهارده ليه. طيب هي هيها ماشي. طيب انا بقى عايز استغنى عن سطر اللوب ده واخليها تتعمل في الايه، في الفانكشن. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هحتاج بارامتر تاني، وليكن مثلا انت اي الاندكس اللي هو كان في الهيدر بتاع اللوب دي احنا هنعتبره ان هو كاندكس هنا. تمام، طيب انت عايز تعمل الفانكشن دي كام مره؟ وليكن مثلا انا عايز اعملها 5 مرات. ماشي، طيب 5 مرات دي انا اصلا الفانكشن بتاعتي في الريكيرجن هتكون مقسومه نصين، البيس كيس والترانزيشن. الترانزيشن هو هنا ان احنا بنطبع بس الريكيرجن، البيس كيس هي اللي هتوقف الريكيرجن. هتوقف الريكيرجن امتى؟ لما الاي توصل للخمسة، سوري، لما الاي توصل للاربعة، او احنا ممكن نبدأ بواحد اصلا، لما توصل للخمسة اعمل ايه؟ اريتيرن، وقف الفانكشن دي، وبعد ما اطبع كلمة ريكيرجن هبرنت تاني. امسح لي بقى الكلام ده وانده لي على برنت بس. بس مش المفروض برنت اي بلس 1 عشان اي تزيد؟ سوري، اي بلس 1. حلو قوي، هي هي. طيب تعال بقى نعرف الدنيا مشيت ازاي واحده واحده كده، وتعال نشوف. تعال نشوف الديبجر هيقول لنا ايه. هو كان واقف هنا في البرنت، بعد كده هيروح داخل فانكشن البرنت، هيشوف هنا الاي عندك بواحد، هل هي بخمسه؟ لا، فهيكمل هيطبع الريكيرجن، بعد كده هيروح للبرنت تاني، يطلع فوق الاي بقت باتنين، يطبع ريكيرجن، بعد كده يروح الفانكشن تاني الاي بتلاتة، بعد كده لسه شغال شغال
طول ما انت اصغر او يساوي اصغر من 5 فهتفضل شغال عادي. اول ما وصل عند الاي ب5 راح رايح فين؟ راح رايح هنا بس كده. بس خلي بالك، بص ادي 1 2 3 4 5، هو لسه مرجعش عند الريترن زيرو. تاني الحتة دي مش عارف هي هتنفع كده ولا لا. لا مش هتنفع. ماشي تاني اهو، تعال نعيد. احنا هنقول ايه؟ هو هنا بدأ عند البرنت. بص انا بس في حتة عايز اوصلها، ان هو بعد ما وصل عند الخمسة هنا عند الاربعة اهو، وصل لقى الاي ب5 خرج. خرج بس الاي ب5 تمام. المفروض بعد كده يروح للريترن زيرو صح؟ لا ده بص الاي ب4، الخطوة اللي بعدها الاي ب3، الخطوة اللي بعدها الاي ب2، الخطوة اللي بعدها الاي ب1. هو عمل ايه؟ هو كل اللي هو عمله، هو طبعا في البداية هيضيف المين في الستاك تمام، بعد كده هيضيف البرنت الاولى تمام. طيب بعد كده هيروح عامل ايه؟ هيروح طابع ريكيرجن، وانت هتنده على نفسك تاني، فانت برنت 2. بعد كده هيطبع ريكيرجن ويضيف برنت 3، بعد كده هيضيف برنت 4. الرقم ده اللي هو الاندكس يا جماعة مش اسم الفانكشن. طيب بعد كده هتنده على برنت 5. لما تيجي عند برنت 5 انت لقيت الشرط اللي يوقفك، فانت وقفت ما تقدرش تتحرك تاني، فهيروح شايل برنت 5، وبعد كده هيروح شايل برنت 4، برنت 3، برنت 2، برنت 1. وهنا نفس الموضوع، بعد ما يخلص بقى عند برنت 1 يروح نازل للريترن 0 علشان يروح ماسح المين، وبعد كده يروح ايه؟ يروح قافل البرنامج خالص تمام. لحد دلوقتي حد مش فاهم؟ اعتقد الدنيا بسيطة لحد دلوقتي. طيب تعالى بقى نخلي الموضوع اصعب سيكا، اصعب من الجزئية دي. احنا زي ما اتفقنا ان احنا في كل فانكشن او في كل ريكيرجن احنا عندنا حاجتين، البيس كيس والترانزيشن. طيب تعالى لو جيت قلت لك انا عايزك تطبع لي الأرقام من 1 لـ10، هتعملها ازاي؟ نفترض مثلا إن أنا بجد قلت لك اعمل لي برنت للأرقام من 1 لحد 10، هتعمل ايه؟ دلوقتي هنا بقى معاك 2 بارامتر، الستارت والإند. حلو. طيب انا هدي لك رينج وعايزك تطبع لي الارقام من الرينج دوت. حلو قوي. طيب الرينج بدايته فين؟ بدايته الواحد. يبقى الترانزيشن انت اصلا عايز تعمل ايه في الفانكشن؟ انت كل اللي انت عايز تعمله ان انت عايز تعمل سي اوت للستارت دوت، وبعد ما تعمل الطباعه هتنده على البرنت للستارت بلس 1 والاند ثابته. انت عايز تطبع الارقام فرنج. حلو. طيب ايه البيس كيس اللي توقفك؟ البيس كيس اللي توقفني لو الستارت كانت اكبر من الاند، هعمل ريتر بس كده. تعال نجرب. طبعا لنا الأرقام من 1 لـ10. طيب تعال نجرب نطبع مثلا من 22 لـ35. أهو 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. تمام. يبقى أنا كل اللي عندي بيس كيس بتوقفني والترانزيشن بتاعي، بيس كيس بتوقفني وترانزيشن انا بعمله. حلو. نقول تاني، بيس كيس بتوقفني
وترانزيشن انا بعمله. طيب الكلام دوت لو انت ماشي بحاجه لينير، يعني انت ماشي في طريق واحد، كل اللي انت بتعمله ان انت ماشي في طريق، الطريق ده ما بتحودش فيه لا يمين ولا شمال، لا هو طريق واحد ما فيش فيه رايح جاي. طيب تعالى نصعب الموضوع سيكا. تعالى نفترض ان انت معاك طريقين، انت في البداية كان هو الطريق اللي قدامك هو حاجة واحدة بس، ان انت تتنقل من الستارت للستارت بلس 1، او من الاندكس للاندكس بلس 1، صح؟ ده هو ده الطريق الوحيد. طيب لو انا جيت قلت لك احنا عايزين نصعب الدنيا اكتر ويكون عندك طريقين، يعني تعالى نفترض مثلا ان انت واقف هنا وماشي، ماشي في طريقك لقيت بابين، فانت محتار تدخل في الباب ده ولا في الباب ده. لا انا هجرب الاتنين. يعني ايه هتجرب الاتنين؟ يعني انا عايز اجرب امشي هنا مرة وعايز اجرب امشي هنا مرة. طب وبعدين عند كل باب بعد ما تدخله المفروض ان انت هتلاقي بابين تانيين، المفروض ان انت هتدخل واحد منهم. لا ده انا عايز اجرب كل الحالات، فهتروح مرة تدخل هنا ومرة تدخل هنا. طيب لو انت اصلا كنت دخلت الباب ده، فانت مرة هتدخل هنا ومرة هتدخل هنا، حلو قوي، وبعد كده هتدخل هنا او هنا، ودي هتدخل هنا او هنا، هنا هتدخل هنا او هنا، ده هتدخل هنا او هنا. انت في كل مرة عدد الابواب المفروض ان هو بيتضرب في اتنين، او انت كل مرة عند كل باب بتلاقي بابين. تعال نفترض مثلا ان انت داخل تنقذ حد، انت هنا مثلا ماشي وليك حد مثلا من صحابك مخطوف، والمفروض ان انت هتنقذه من الابواب دي، فانت هتجرب ان انت عند كل مرة تمشي في باب معين. طيب لو انت عارف من الاول عدد الابواب، فانت ممكن تجيب ناس من صحابك تساعدك. هتجيبهم يساعدوك ازاي؟ بص بقى، عشان الحتة ديت هي اللي غالبا هتفهموا منها الكونسبت نفسه. بص انت دلوقتي لوحدك، والله يا جماعة انا هدور لوحدي، لما احتاج حد هندهلكم. هتخش هنا هتلاقي بابين، فانت هتجيب واحد من صحابك يدخل هنا وهتجيب واحد تاني يدخل هنا. طيب هما الاتنين دخلوا، فصاحبك ده هيجيب واحد تاني يخش هنا، وده هيجيب واحد تاني يخش هنا، وكذلك الامر في الحالة دي، ان هو حد هيخش هنا وحد هيخش هنا. هتفضلوا شغالين في المرحلة دي لحد ما حد منكم يوصل للنهاية او يوصل لزميلكم. اول ما حد منكم يوصل لزميلكم خلاص محدش بقى يستدعي حاجة تاني، انك وصلت لزميلك دي اسمها البيس كيس، الحاجة اللي بتوقفك. طيب ان انت بتجيب حد من صحابك يدخل مكانك ده اسمه الترانزيشن، تمام؟ طيب تعال نشوف مسألة على الموضوع ده. دلوقتي انا جيت قلت لك انت واقف عند رقم واحد، حلو، هات لي عدد الطرق اللي ممكن توصل بيها من واحد لحد ان، بس في كل مرة انت معاك احتمالين، يا اما تبلس واحد يا اما تبلس اتنين. طيب تعالى نرسم الموضوع بشكل احلى او بشكل اعمق. ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ انت دلوقتي واقف عند الواحد، تمام؟ فانت عندك احتمالين. الاحتمال الاول تعال نفترض مثلا ان احنا عايزين نوصل عند العشر، فانت عندك احتمالين، يا اما تبلس واحد يا اما تبلس اتنين. فانت لو عملت بلس واحد فهتروح للاتنين، لو عملت بلس اتنين هتروح للتلاتة، حلو قوي. طيب من الاتنين انت ممكن تروح للتلاتة او تروح للاربعة، كذلك الامر ان التلاتة
انت ممكن تروح للاربعة او الخمسة. جميل، من التلاتة يا تروح للاربعة يا تروح للخمسة، ومن الاربعة يا تروح للخمسة يا تروح للستة. هنا من الاربعة يا تروح للخمسة يا تروح للستة، من الخمسة يا تروح للستة يا تروح للسبعة. جميل، من الأربعة دي يا تروح للخمسة يا تروح للستة. خلينا نقول إن إحنا بندور على التمانية عشان إحنا كده الحالة، أو خلينا نقول إن إحنا بندور على السبعة بلاش العشرة عشان كده التري هتكبر مننا أوي. خلينا نقول إن إحنا بندور على السبعة. تمام، طيب يا تروح للخمسة يا تروح للستة، من الخمسة يا تروح للخمسة يا تروح للستة، من الخمسة يا تروح لل سوري 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 من الخمسة يا تروح للستة يا تروح للسبعة، من الخمسة يا تروح للستة يا تروح للسبعة، من الستة يا تروح للسبعة يا تروح للتمانية، من الخمسة يا تروح للستة يا تروح للسبعة، من الستة يا تروح للسبعة تروح للتمانية، سبعة تمانية تمانية تسعة. انت عملت ايه؟ انت كده جبت كل الطرق الممكنة، كل الطرق الممكنة ان انت توصل بيها للرقم سبعة. ايه هي بقى؟ يا اما عند اول مرة تبلس واحد، تعالى نمشيها طريق طريق، ان انت في اول طريق اهو، خلينا نقول ان ده الطريق الاول، ان انت تبلس واحد بعد كده تبلس اتنين تبلس اتنين تبلس واحد، او ممكن تجرب طريق تاني ان انت تمشي الطريق ده، او ان انت تمشي الطريق ده. طيب الموضوع هيكون مرهق طبعا لو انت بتتكلم في ارقام كبيرة، فانت ليه تعمل حاجة كده بايديك لما ريكيرجن ممكن يعملها لك؟ هل انت ممكن تعمل حاجة زي دي باستخدام اللوب؟ لا، ما تعرفش تعملها باللوب، بس تعرف تعمل الريكيرجن. ليه؟ لان انت بتنسخ نفسك، انت وانت ماشي بتنسخ نفسك. انت مرة روح لان انت معاك بلس اتنين، ومرة بتروح لنفس الفانكشن وانت ببلس واحد. ايه البيس كيس بتاعتك وايه الترانزيشن؟ او تعالى نشوف ايه هي البارامترز بتاعتك. البارامترز بتاعتك او هي هتبقى هي هياها، ان انت بادئ بستارت وواصل لحد الاند، ايا كان بقى الاند دوت انت عايز توصل له كام. تمام، طيب تعالى نشوف الترانزيشن بتاعك، سيبك من البيس كيس، البيس كيس دي بنكتبها في الاخر. الترانزيشن اهم حاجه. في الترانزيشن انت بتعمل ايه؟ انت كل اللي انت بتعمله ان انت لما بتروح عند حاجه معينه بتنادي نفسك تاني، او خلي دي بدل ما هي برنت نخليها كالك. عايزين مثلا نحسب من واحد، عايزين نروح للسبعه. في الترانزيشن انت بتحسب ايه؟ انت بتنادي على نفسك تاني كالك ليه الستارت بلس 1 والاند، وفي نفس الوقت انت بتنادي على نفسك تاني بس ستارت بلس 2 والاند زي ما هي. تمام، الستارت. طيب ايه اللي يوقفك؟ اللي يوقفك حاجتين، لو انت وصلت ان الستارت دي كانت اكبر من الاند، او لو الستارت كانت بتساوي الاند. خلينا نقول ان انت معاك variable global اسمه انت انصر مثلا، لو وصلت لان الستارت بقت اكبر من الاند فانت هتريترن، انت مش محتاج تكمل. لكن لو وصلت ان الستارت بقت بتساوي الاند هي هتقول له انصر بلس بلس، وهنا هنسي اوت للانصر. لقى ان انت ممكن توصل لها ب 13 طريق. تعال نحسبهم كده، الست دي ممكن توصل عادي، والخمسة دي ممكن توصل عادي لما تجمع اتنين، دي تجمع واحد، دي تجمع واحد، والسبعة هي دي تجمع واحد، دي هي سبعة سبعة، دي تجمع واحد، دي تمام دي تمام
تمام، تعالى نحسبهم، هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، في واحدة ناقصة تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، انت مركزش في الموضوع اللي هو فين؟ اللي بعد الخمس، السبعة ثلاثة خمسة صحيح. بالظبط، هتلاقي ان انت وصلت له. تمام كده، هي ديت الفانكشن اللي انت ممكن تعملها كموضوع ثنائي. طيب لو جيت قلت لك انت ممكن تبلس واحد او تبلس اتنين او تبلس تلاتة، نفس الكلام، هتعمل انستنت هنا وتروح هنا اي البلس تلاتة. كده التري بتاعتك بقت، كل نود بقت شايلة 3 قيم، او في كل ستيت انت ممكن تروح مرة، تروح في الخط دوت او تروح في الخط دوت او تروح في الخط التالت، بقى معاك 3 ابواب بتمشي منهم. حلو. طيب ده كده ريكيرجن بس من غير ريتيرن، من غير ريتيرن. طيب احنا شغالين فويد لو خدت بالك. تمام. طيب تعال نشتغل بقى بس مش فويد. بص خلي بالك ان الحتة اللي جاية دي بصمجة سيكة. في حد عامل ريز هاند؟ اتفضل يا محمد. هو معلش، هو انا ممكن امشي في الثلاثه سوا لما اكون زي باي طريقه ما امشي في الثلاثه سوا، بحيث ان ثواني 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 احمد معلش اقفل المايك. اتفضل يا محمد. كنت بقول ان احنا لما نكون الفانكشن ثاني او عندها على نفس مره ثاني، هو قيمه الان عشان انا بس نتقطع عنه، قيمه الان دي بتتغير في الفانكشن تاني او الفانكشن تاني بتبدا يعني اول ما ناديت اول مره لان كانت مثلا بواحد او زادت واحد بجيب باثنين، لما نادي عليها في الفانكشن تاني هتزيد من عند الاثنين ولا هتبدا من الاول خالص؟ واحده واحده. انت قصدك على ايه بالظبط؟ قصدي مثلا يعني انا لو مثلا كان عندي ان ناديت على الفانكشن الاولى، تمام ماشي، كانت قيمه الاستارت فيها مثلا اول حاجه بواحد او بزيرو مثلا، بواحد. لما نزلت عليها في الفانكشن ماشي بقيت بواحد، لما جيت عليها لما نزلت في الفانكشن الثانية هل بدأت من الواحد ولا بدأت من الاثنين مثلا؟ ما هو انت بعت لها ايه؟ على حسب انت بعت لها ايه؟ يعني انت هنا لما جيت ناديت على الفانكشن دي، الفانكشن الاساسية اصلا، تمام؟ اول فانكشن اتضافت في الستاك، انت بادئها بواحد صح؟ حلو حلو قوي. طيب لما تيجي تعمل نسخة منها بقى، انت لما تيجي تعمل نسخة منها، انت كل اللي بتعمله ان انت بتعمل ايه؟ ان انت بتغير في شويه قيم. هقول لك على حاجه يعني، استغفر الله العظيم ولله المثل الاعلى، انت نسخه المفروض من والدك ووالدتك، تمام؟ طيب هل انت فيك نفس صفات والدك ووالدتك ولا مختلط، او بمعنى اصح هو هواهم يعني انت نفس الصفات ولكن في حاجات متغيره، ربنا مغير فيك شويه حاجات؟ نفس الكلام هنا، انت هنا انت عايز تعمل نسخه من الفانكشن دي، خلاص انا هعمل منها نفس النسخه بتعمل نفس كل حاجه بالظبط، بس هغير في حاجه معينه، بدل ما هي بادئه من مثلا من الستارت واحد، لا ده انا عايز اخليها تبدا من الستارت وليكن مثلا هنا اتنين او تلاته او خمسه. يعني مثلا خلينا نقول ان والدك او والدتك تاريخ ميلادهم 1900 وكذا، انت لا احنا عايزين تاريخ ميلادك 2000 مثلا. فاهم قصدي؟ انت هيها نفس الفانكشن بتعمل نفس كل حاجه، انسان زيك زيهم انسان، بس بحاجات متغيره، بفانكشنز متغيرة، بخواص متغيرة. هي دي نفس الموضوع، ان انت بتنادي على نفس الفانكشن تاني ولكن بتغير في شوية حاجات. طيب هل الفانكشن الأولى دي الستارت بتاعتها بواحد، طيب هل الفانكشن التانية دي الستارت بتاعتها تبقى بكام؟ هتبقى باللي انت بعته لها اللي هو الاتنين. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان دي نسخة ودي نسخة تانية خالص، مالهمش علاقة ببعض. هو ليهم نفس الاس او ليهم نفس، هما الاتنين انسان، هما الاتنين نفس، هما الاتنين فانكشن، ولكن انت عندك اسم وهم عندهم اسم، انت عندك عمر وهم عندهم عمر، انت عندك صفات معينه هم عندهم صفات تانية خالص، ولكن ستيل ان انتوا الاثنين انت انسان وهم انسان. فاهم قصدي؟ فهمت بمعنى ان الفانكشن الجديده بتعمل ابديت يعني. بالظبط، الفانكشن الجديده هي مستقله بذاتها عن الفانكشن التانية، ملهاش اي علاقه بيها. تمام ماشي. طيب احمد اتفضل. بعتذر جدا لحضرتك، انا فاكر ان فاقت اسمي غلط. لا عادي ولا يهمك.
طيب هو عادي ان انا انادي ثلاثة فانكشن مع بعض توفيرا للوقت؟ يعني ايه تنادي التلاتة فانكشن مع بعض؟ يعني امشي في الثلاث سكك مع بعضيها. تمشي في الثلاث سكك مع بعضهم؟ لا ثواني، هو انت في السي بلس بلس انت شغال لاين باي لاين، تعرف حاجة زي كده ولا لا؟ لا انا طيب فاكر مثلا لما بعمل من الماكسيمم من رقم ورقم بيمشي في الاثنين سوا. لا بص هقول لك على حاجة. تعال نشبه الموضوع ب يعني كده هنخش في أساسيات اللغة. بص اللغات في البرمجة نوعين، حاجة اسمها سنجل ثريد وحاجة اسمها مالتيبل ثريد او مالتي ثريد. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ايه الفرق ما بين السنجل ثريد والمالتي ثريد؟ خلينا نشبه الموضوع بمطعم. ماشي، المطعم دوت تعالى، او كافيه. ماشي، كافيه ومطعم، في ترابيزات. ماشي، وهنا برضو هنقول ان ديت مطعم وادي الترابيزات. ماشي، طيب هنا مثلا زبون دخل وقعد على الترابيزة دي، فالويتر راح له قال له تطلب ايه؟ قال له مثلا انا عايز اكل سمك. فهيروح الويتر راجع للمطعم تاني او راجع للشيف تاني، هيقول له ايه؟ انا عايزك تعمل لي سمك. حلو قوي. في نفس الوقت دخل شخص تاني هنا وطلب ريد بول، فالويتر هيروح رايح له يقول له انت عايز ايه؟ يقول له وليكن ريد بول. فهيروح رايح للشيف اللي في المطعم يقول له الراجل دوت طالب ريد بول. حلو قوي. طيب هل الشخص اللي طالب ريد بول دوت هيستنى لما السمك يتعمل ويودوه للشخص الاولاني كمبدأ تكافؤ الفرص، ان انا جاي الاول، تمام، في حين ان انت يعني كل اللي هيعملوه ان هم هيجيبوا الريد بول من الثلاجه يودوها للراجل بس، الموضوع مش هياخد اكتر من 3 4 ثواني، على عكس مثلا ما هم لسه هيستنوا لما السمك لسه يتعمل. فاهم قصدي؟ ايه الاحسن؟ ان هو يجيب الريد بول افضل. بالظبط. معلش بس اسال حضرتك. لا عادي ولا يهمك. بالظبط، اللي هو المفروض ان هم يعني الموضوع يكون ماشي بارلل، ان مثلا الشيف اللي هيكون بيطبخ هيكون حاطط مثلا الحاجه بتتعمل على النار، وفي الوقت اللي الحاجه بتتعمل على النار دي هو بيعمل حاجه تانية، وليكن مثلا بيجيب البيبسي او الريد بول من الثلاجه يروح يوديها للشخص التاني. حلو، دي فكره السنجل ثريد، ودي مثلا لغه زي الجافا سكريبت. ماشي، العكس تماما السي بلس بلس. في السي بلس بلس بيقول لك ايه؟ يقول لك لا الشخص ده جه وطلب سمك، لا يبقى لما تروح هنا المفروض لو حد هنا جه وطلب مثلا بيبسي، لا ودوها طبعا هنا، فيقول لك لا الراجل بتاع البيبسي ده يستنى لحد ما بتاع السمك ياخد حاجته الاول، بعد كده نديك البيبسي. ده الفرق باختصار. وصلت ولا لسه؟ يبقى تاني، في لغات الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ بيبقى ماشي بارلل. ايه الاسرع ليك، او مش ايه الاسرع ليك، انت بتبقى شغال في كل حاجه في نفس الوقت. زي مثلا ان انت تكون مثلا ايه، وليكن بتلعب في الجيم وحط السماعات في ودنك بتسمع قرآن، وفي نفس الوقت مركز مع مش عارف مين وبتعمل ايه، حاجه زي مالتي تاسكينج كالكوليتر كده، فاهم؟ اللي هو انت بتعمل حاجات كتير في نفس الوقت. العكس هنا، لا دي الوظيفه دي اللي جات لي الاول، يبقى هي دي اللي هخلصها الاول. تمام، تمام زي الفل، واضحة جدا حلو كده. قوي. فهنا بقى يا معلم، هنا بقى يا معلم لما يخش في الفانكشن دي هتلاقي ان انت ندهت على الفانكشن دي، يبقى هتفضل شغال مع الفانكشن دي لحد ما تخلص خالص. بعد ما تخلص خالص تبقى تبص ايه، تبص للفانكشن التانية دي. تمام، طيب تمام زي الفل كده. ماشي. ايه اتفضلي. هو أنا في المثال ده لو هبلس رقم مش ثابت، يعني مش هبلس مثلا واحد أو اتنين أو تلاتة، هعرف بارامتر تالت وأعمل له بس على الأي ولا هيبقى ليها طريقة تانية؟ طيب السؤال زي ايه مثلا؟
طب خلينا بس نقول للسؤال عشان زمايلك اللي في الميتنج التانيين. هي بتقول يا جماعة ان احنا بدل ما احنا بنبلس واحد او اتنين او تلاتة، احنا ممكن نبلس قيم متغيرة ولا لأ؟ ها قولي عايزة تقولي ايه؟ بس فانا عايز اعرف يعني مثلا لو دخلت ان هو مش عايز يزود واحد بس او عايز يزود اتنين بس او ثلاثة وعايز يزود مثلا ان، وانا اللي هدخل له رقم الان ده، فده عادي ان انا مثلا اعرف بارامتر ثالث في الفويد فانكشن دي واجمعه على الستارت او واجمعه على الستارت ولا لازم رقم ثابت؟ بالظبط اهو، انت بلس تمام اهو، انت هنا مثلا في كل مرة بلس واحد، وهاجي هنا اعمل بلس البلس عادي جدا. ايه ده؟ تمام. سوري 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 سوري، هنيجي هنا ونقول البلس بس كده. وطبعا هنا هنضطر ان احنا نعمل بقى كلهم بلس، بلس 1 وبلس 2 وبلس 3. تمام فهمت. ماشي اهو، وهنا برضو بلس 2 زي ما هو وبلس 3 زي ما هو. بلس 1 تمام اهو، بس هنا هنقول له بلس 2 وهنا هنقول له بلس 3. تعال نشغل كده، هي الإجابة كانت 24 صح؟ ماشي 24. شكرا لله. هنا مفيش حد. ماشي فاطمة اتفضلي. لو بتتكلمي انا مش سامع حاجة. الكود اهو اهو. انا بجد مش سامع حاجة لو بتتكلمي. حاولي تظبطي المايك عندك. بقول لو مثلا ان انا بنادي على الستارت زائد واحد، حلو تمام، انا عندي الستارت الاول بواحد وبواحد، فانا ناديت الستارت زائد واحد زائد اثنين، لما اجي بقى اشتغل على الفانكشن اللي تحت هتبقى اثنين زائد اثنين، ولا يعني الستارت دي هتبقى باثنين وبعد كده ازود عليها اثنين، هي فنادي اربعه بعد كده هيبقى اربعه زائد ثلاثه زائد سبعه ولا ايه؟ يعني احنا هنا خلينا نقول ان احنا شغالين من الشغل العادي دوت. ماشي قصدك على الفانكشن دي صح ولا ايه؟ انت قصدك على الكود دوت. انا مش سامع حاجة. طيب ماشي. في الكود دوت السؤال ايه؟ هل لما احنا بنعمل هنا بلس 1 لما اجي اعمل بلس 2 هنا الستارت دي قيمتها هتبقى بواحد ولا قيمتها هتبقى اتنين ولا هتبقى بايه بالظبط؟ ماشي اقفل يعني اقفل المايك يا فاطمه. الستارت هتبقى بواحد برضه ولا هتبقى باثنين الستارت اللي قبلها؟ تمام هيبقى اتنين زائد اتنين هنادي اربعه. تمام هقول لك كل حاجه، اقفلي بس المايك عشان في دوشه جنبي. هو احنا لما جينا قلنا في الـ 3D الموضوع كله مختصر هنا، احنا في البداية خلينا نقول ان احنا شغالين واحد واتنين بس مش شرط التلاتة دلوقتي تمام. لما كنا هنا في البداية خالص الستارت كانت بواحد، ماشي، لما جيت ندهت على البلاس 1 بقت دي باتنين، ولما جيت ندهت على البلاس 2 بقت دي بتلاتة. انا كل اللي انا عملته ان انا عملت نسخة مني ببلاس واحد ونسخة مني ببلاس اتنين، فدي بقت باتنين ودي بقت بتلاتة. حلو، دول البيرنتس بتوعي. طيب
هنا الفانكشن دي فانكشن مستقلة بذاتها. لما اجي اعمل منها نسخة، انا عملت منها نسخة ببلس واحد ونسخة ببلس اتنين. كذلك الامر هنا، انا عملت نسخة ببلس واحد ونسخة ببلس اتنين. طب هل ليها علاقة بالفانكشن اللي فوق؟ لا، هي مش بيرنت ليها اصلا، او مش ستريكتلي دايركت بيرنت، سوري، مش ستريكتلي دايركت تشايلد. هي تشايلد، ولكن مش يعني حاجه مش بتطلق. زي مثلا ايه، هل انت مثلا، يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس مثلا انا اسمي محمود ايمن، فلما لما بتيجي تتقال بيقولوا محمود ايمن، ما بيقولوش محمود ايمن السيد، تمام؟ مالكش علاقه بجدك، انت ليك علاقه اكتر بابوك، تمام؟ فهي الفكره كلها ان هنا بيبقى ليها علاقه بالاب، ان انت الخمسه دي جايه من التلاته، مالهاش علاقه خالص بالواحد، تمام ولا ايه؟ انا كل اللي انا بعمله ان انا باخد نسخه من التلاته بوديها للخمسه وبوديها للاربعه. طب كده بقى البرنامج هيفضل يعني مثلا في فانكشن تقف قبل التانية صح؟ يعني مثلا ستارت زائد اللي هي زائد تلاتة دي مثلا هتقف قبل الستارت زائد اتنين، مش هنلاقيهم كلهم كل مرة لا على حسب يعني البيست. بص، ممكن نشتغل بالتشيكر بالديباجر ثواني. بصي، انت عارفه التري ديت طيب هتترسم ازاي؟ هي هتترسم كده، تمام؟ هيرسم دي الاول اللي هو في كل مره يبلس 1، بعد كده هيروح جاي هنا، بعد كده هيروح جاي هنا، داخل كده ويروح جاي هنا، بعد كده يروح طالع طالع طالع، يروح داخل هنا، يخش كده يخش كده كده، بعد كده يروح طالع داخل كده، بعد كده يروح طالع داخل كده كده، بعد كده يروح جاي كده. فهمت الدنيا ماشية ازاي؟ انا في كل مرة اللي بيقابلني الاول هو اللي بعمله. بيقابلني الأول على قد ما تقدري حاولي ما تفتحيش المايك، عشان المايك بجد فيه صوت بس قصدي جامد. البيست كيس هتقف امتى؟ هتقف امتى؟ على هتقف امتى؟ ما هو على حسب اللي انا قايله بقى. انا هنا قايل لما الستارت تبقى اكبر من الاند، ثواني ثواني، هتقف امتى؟ على حسب الكونديشنز اللي انا حاططها، وانا هنا حاطط لما الستارت تبقى اكبر من الاند. هتقف امتى؟ ماشي، هي هتقف امتى اكبر من الاند، بس هي في كل فانكشن انا هو هيخلص الفانكشن الاولى دي، وبعد كده الستارت بقى هتبدا تاني من الاول كانها واحد عادي. بالظبط كده، يعني هي لما توقف اول مره، ماشي، خلاص انت كده خلصت الحته دي، هتروح داخل على الحته دي والستارت هتفضل بواحد تاني. خلي بالك انا هنا بعمل بلس مش بلس ايكوال، تمام؟ نقول تاني، انا بعمل نسخه من نفسي بعمل فيها بلس واحد، وهنا بعمل نسخه من نفسي فيها بلس واحد على القيمه اللي عندي مش القيمه الاساسيه، بعد كده بعمل نسخه من نفسي فيها البلس واحد، نسخة من نفسي فيها البلس واحد. طب لما ارجع هنا خالص هعمل نسخة من نفسي فيها البلس واحد على الواحد، مش على القيمة اللي وصلت هنا. انا ماليش دعوة بالقيمة اللي وصلت هنا، دي حاجة ملهاش علاقة بيا اصلا، انا ما زلت محافظ على النسخة بتاعتي. وصلت ولا ايه؟ تمام تمام ماشي. مين هيسأل تاني؟ احمد اتفضل. هندسه معلش، كان ايه بتقول على حوار ان ناخد باراميترز، تمام؟ زي ما انت عملت الحوار البلس ده. هو الفكره احنا خلينا متفقين لو عملتهم جلوبال وعرفتهم تحت او سميتهم وعملتهم بلس بدون ما اخدهم كباراميترز هيشتغل عادي. فانا كنت عايز افهم ايه الفرق بين الحركه دي والحركه دي، وان الاصح يعني تاني معلش ولا اصلا ما تنفعش قول تاني. انا دلوقتي بدل ما اخدهم كباربيتر، تمام، ممكن اعرفهم كجلوبال بالظبط واستلمهم تحت او اعرفهم تحت بالظبط. لا، تستلمهم تعمل لهم سي ان تحت، لكن ما يعني ينفعش تعرفهم تحت. ماشي 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 او ماشي. بس دي الحركه دي صح ولا انا الاصح يعني، او انا هتفرق ايه اصلا؟ هتفرق ايه لما يكون معاك برنامج كبير قوي؟ تمام،
الاحسن ان كل فانكشن تبقى ليها البارامترز بتاعتها، ولا ان انت تبقى معرف كله جلوبال وسايحه على بعضه؟ لا، كل واحده ليها البارامترز بتاعتها احسن. بالظبط، هي الفكره كلها لما تكتب برنامج كبير. تمام، شكرا. تعال نقول حاجه تانية، ان انت مثلا عايز تعمل فانكشن كالك واحد، الكالك دي عايز تعمل فانكشن تانية كالك برضو، بس فيها ان انت هتغير حاجه هنا، وليكن مثلا دي مش موجوده، حلو، ودي مثلا هنسميها كالك 2. ماشي. طيب انت هنا كنت بدل ما تجمع واحد، لا ده انا عايز اجمع حاجه معينه، وهنا عايز اعمل حاجه، اجمع حاجه معينه. فانت هنا بقى معاك 5 انستنس من البلس دي، هتعمل بلس 1 وبلس 2 وبلس 3 وبلس 4 وبلس 5، ولا كل واحده هيكون ليها البلس بتاعها؟ لا، كل واحده لوحدها. بالظبط. ماشي، شكرا. تمام. اسماعيل اتفضل. معلش يا باشمهندس، طبعا لكلام احمد بس زميلنا من شويه، هل الترانزيشن ده بعتبره سكوب في قلب الفانكشن بيتعمل كل اوامره الاول بدل ما هو يفتح مثلا؟ ف كمثال مثلا هو مثلا بيجي عند الكول، المفروض يرجع ينادي الفانكشن تاني عند اللي هي بلس 1، بالظبط، هو ده انه يعمل بلس 1 لغايه لما يريترن 0، ولا هينزل على تاني بلس 2 وبلس 3؟ بالظبط كده، هو كل اللي هو هيعمله ان هو هيفضل شغال على البلس 1 لحد ما البلس 1 دي تخلص، لحد ما توصل لنهايتها وترجع لك حاجه، يترجع دي يترجع دي. وخلي بالكو احنا ممكن اصلا بعد ما البلس بلس هنا ممكن نعمل ريتيرن، مش محتاجين نكمل اساسا، ممكن برضو. طب هو كده بقى ايه؟ هو كده بقى ايه الهدف بقى من ان انا اعمل بلس 2 بلس 3؟ ما دي الخطوات بتاعتك، انا بقول لك انت ممكن تمشي خطوة او خطوتين او ثلاثة، هو بيكون قايل لك كده في المسألة، فهو عايز يعرف تمام. بكام طريقة ممكن توصل للإند، فأنت بتجرب كل الطرق، إن أنت مرة تبلس 1، مرة تبلس 2، مرة تبلس 3. تمام؟ هو انا هبلس 3 2 او 3 ازاي وانا بلس 1 اصلا في الاول في الكود نفسه، ولا انا هبغير في الكود؟ مش فاهم قصدك. يعني حضرتك بتقول ان ممكن ابلس 1 او 2 او 3، ماشي، ولكن فعلي هنا في الفانكشن ببلس 1 بس. ليه؟ ما هو انت كل مره بتبلس 1، لما البلس 1 يخلص انت بتبلس 2، لما بتبلس 2 يخلص بتبلس 3، انت في كل مره بتعمل كده. طب بص، تعالى نعتبر ان انت عندك البلس 1 وبلس 2 بس، هي نفس التري تاني، ماشي، سيبك من حته تمام. البلس 3، هي تبقى هي نفس الفكره، ماشي. انت هنا عندك انستنس منك، انت دي نسختك الاصليه، الفانكشن الاصليه اللي هي بدايتها واحد، ماشي. انت عملت نسخه من نفسك وخليت القيمه بتاعتك 2، حلو، والاتنين دي رجعت عملت نسخه من نفسها خلت نفسها 3، والتلاته عملت نسخه من نفسها خلت نفسها 4، والاربعه عملت نسخه من نفسها خلت نفسها 5، ماشي. طيب بعد كده الاربعه عملت، بعد ما خلصت الخمسه، الخمسه تروح رايحه للسبعه طبعا وترجع، ماشي. فالخمسه الخمسه خلاص عملت بلس 2، فسوري خلينا نقول ان الخمسه دي خلصت، ماشي. الاربعه بعد ما ترجع لها هي كانت عامله نسخه من نفسها ببلس 1، لا اعمل نسخه من نفسي ببلس 2، فتروح للسته لحد ما ترجع تمام. عند الواحد، اعمل نسخه من نفسك فيها بلس 2، التلاته تروح عامله نسخه من نفسها فيها بلس 1، والاربعه تعمل نسخه من نفسها فيها بلس 1. بص انا بخلص البلس 1 الاول، صح، كل مرة أنا بخلص البلس صح. 1 الأول، بعد كده لما أرجع أروح داخل على البلس 2. طب هل ده غير من قيمتي أنا حاجة؟ لأ، أنا كده كده قيمتي ثابتة، أنا بعمل نسخة جديدة مفهوم. بس كده، يعني ممكن بقى صح إن الريتيرن دي بتنقلني على الفانكشن التانية اللي هي بلس 2. بالظبط كده، تمام، ماشي، شكرا. خلاص، شكرا لله. في حد تاني هيسأل؟ اتفضلي يا أيه. معلش سؤال تاني، هو انا لو عندي برنامج مثلا كبير شوية وانا عايزة اوصل لرقم مثلا 100 او حاجة، مش بواحد بقى او اتنين او تلاتة، يعني بأوبشنز كتير، الميموري هتشيل كل النسخ دي؟ الميموري هتشيل النسخ دي؟ هو اصلا يعني تعالى نقول لو احنا هنوصل لحد المية، تعالى اصلا نحسب الموضوع هيبقى ماشي ازاي، ماشي. احنا عايزين نوصل لرقم 100، ماشي،
وفي كل مرة احنا يا اما بنبلس واحد يا اما بنبلس اتنين يا اما او خلينا نقول ان احنا بنبلس واحد او بنبلس اتنين بس. طيب كده احنا ممكن ننادي على الموضوع ده كم مرة، او عدد الفانكشنز اللي هنستخدمها كم مرة. انت كده يعتبر معاك 100 فانكشن، في كل فانكشن فيهم انت يا اما مرة تبلس واحد يا اما مرة تبلس اتنين، يعني 2 أس 100، لان انت في كل مرة عندك 2 اوبشن. ف اوبشن من الاتنين في اوبشن من الاتنين في اوبشن من الاتنين في اوبشن من الاتنين، فالموضوع هيبقى 2 أس 100. فطبعا الكلام ده مش هينفع. طب هنوفر حاجات زي كده ازاي؟ الدي بي، الدي بي بقى بيعمل حاجة زي كده، بيوفر الكلام ده. يعني احنا اصلا لو هنحسب كومبلكسيتي الكلام ده احنا ما نقدرش نعمل في الحتة دي اكتر من، يعني بص تعالى نفترض مثلا ان الاند بتاعتنا كانت ب 100، بصي لوب كبيرة هتأخرك بقى، هي دي الفكرة. احنا ممكن مثلا اخرنا لو جينا قلنا 15، ماشي ال 15 تقريبا هتشتغل، ال 15 اشتغل. لو جينا قلنا مثلا 30، اشتغل 40. نخلي بالنا ان احنا كل مرة بنضرب في 3، بصي مفيش. فعشان كده هنت بيبقى هنت لينا اصلا ان المسألة دي تتحل ريكيرجن لما الانبوت يبقى العدد بتاعه صغير، لان تبقى صغيرة قوي، وهنشوف الكلام دوت في مسائل الريكيرجن. يعني الدي بي اتعمل عشان يهندل الحتة دي بس؟ اه يهندل بقى القيم الكبيرة. يعني كمقدمة لو جينا خدنا بالنا ان الخمسة دي، يعني خلينا نقول ان الخمسة، احنا بصوا لما جينا عند الخمسة هنا السب تري دي هيها السب تري دي هيها السب تري دي، كذلك الامر في الستة وفي السبعة والكلام ده، تمام؟ فهو لما بيوصل مثلا عند الخمسة، لو جه وصل تاني عند الخمسة ما بيمشيش فيها، ما بيمشيش لان هو حاسبها اصلا قبل كده. بس هنبقى نشرح الدي بي بقى قدام، فهتلاقي ان هو وفر كتير قوي. تمام، شكرا. شكر لله، اتفضل يا احمد. اسف معلش، والله الماوس عندي علق فرفعته تاني مش جلاسه. نعم، المهم هو يعني الدي بي ممكن يعمل حاجة زي دي، ان هو لو رقم كبير زي 1000 أو 2000 كده، ولا ده مش عارف؟ لا طبعا يقدر عادي. بس لسه لما يجي وقته بقى، لسه في ريكيرشن. ما احنا عايزين نفهم. لا انا بس متحمس. ايوه، فاهم قصدك. احنا عايزين نفهم بقى الكلام دوت، ومحدش يخرج من السيشن الا لما يكون فاهم 100%، عشان لما نخش على الدي بي دي يبقى تعرف تفهمه. تمام؟ طب هو دلوقتي المفروض ان هو بيمشي، يعني بيمشي بكل الاول اللي هي بلس 1، وبعد ما يخلصها بيخش في بلس 2 كده، انما ما بيمشيش في الاثنين مع بعض، لا صح؟ مش بيمشي في الاثنين مع بعض، بيخلص البلس 1 الاول بعد كده بيخش في البلس 2. ماشي، حسين اتفضل. حسين اتفضل. ماشي، طيب حد يسأل في حاجة تانية ولا نكمل؟ طيب حلو أوي. احنا كده يعتبر عرفنا الموضوع لو هو كفويد مش ملوش ريتير، وان الانصر بتاعتي هتتحسب جلوبال. طيب تعال نقول بقى ان انا عايز اخلي دي انتجر، ماشي، وعايز هنا اعمل سي اوت للفانكشن على طول.
مش الفانكشن، ممكن تريترن فاليو. طيب، ما انا ممكن استغل حاجه زي كده، بدل ما انا اعرف جلوبال فاريبل ولما اوصل عند حاجه اعمل بلس، لا انا هنا عايز ريترن الفاليو على طول، او اخلي الفانكشن تطبع الفاليو على طول. خلي دي ترجع للسبعه تاني. فهنا هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله حاجه تغيير بسيط خالص. دلوقتي لو انا وصلت للكونديشن دوت، لو الستارت بقت اكبر من الاند هيريترن ايه؟ هيريترن زيرو. ليه؟ لان انت ما وصلتش لحل. طيب لما الستارت تكون بتساوي الاند، ده معناها ان انت هتعمل ايه؟ هتريترن 1. حلو قوي. طيب اللي التشويسز بتاعتك هي عباره عن كام تشويس؟ 3. فكل اللي انت هتعمله، وليكن مثلا هتقول انت A بيساوي ده، انت B بيساوي التشويس ده، انت C بيساوي التشويس ده، وهات ريتيرن ال A بلس ال B بلس ال C. بس كده الإجابة تقريبا كانت 24. حد فاهم حاجة؟ طيب تعالى ناخد الموضوع ك يعني ما كنتش عايز اقولها، ولكن كبصمجة. ثواني، اللي رفع ايده ثواني. بص دلوقتي زي ما احنا قلنا ان انت واقف هنا وقدامك ابواب وعايز تدور على حد تايه جوه، فهتعمل ايه؟ انت قدامك باب، دخلت في الباب دوت، بعد كده لقيت بابين قدامك الباب ده او انك تدخل في الباب ده، فهتعمل نسخة من نفسك، نسخة من نفسك تمشي هنا ونسخة من نفسك تمشي هنا. حلو. طيب بعد كده هتلاقي النسخة دي لقيت بابين، فاصبح ان النسخة دي يا اما تمشي هنا يا اما هتمشي هنا، كذلك الامر النسخة دي يا اما هتمشي في الباب ده يا اما هتمشي في الباب ده. حلو قوي. تعال نفترض مثلا ان ده كانت نهاية الليفل، النسخة دي لقت صاحبك، فاصبح ان النسخة دي، انت النسخة اللي هي داخلة هنا دي، خلينا نقول ان كل مرة انت بتمشي بنسخة، النسخة اللي هي هتلاقي صاحبك دي هتريترن واحد. ليه؟ هتقول لك انا لقيت صاحبك. تمام. طيب هيبقى انت مخزن هنا وليكن مثلا واحد، ان دي رجعت واحد، خلاص. حلو قوي. طب دي مثلا ما لقيتش حاجة، فدي هتريترن زيرو. انت هنا بتجمع عندك المجموع اللي راجع لك من هنا والمجموع اللي راجع لك من هنا، فهنا هيتخزن وليكن مثلا واحد، او دي هترجع لك واحد. طب هنا وليكن مثلا دي لقيت واحد صاحبك تاني، فدي راحت مرجع واحد، كذلك الامر دي لقيت واحد صاحبك برضو، فدي هتروح مرجع واحد، فالنسخة دي لقيت واحد والنسخة دي لقيت واحد، فهنا هتروح مثلا الفانكشن دي قيمتها باتنين. حلو قوي. طيب هنا بقى لما انت مشيت في الطريق ده جمعت كام؟ جمعت واحد، ولما مشيت في الطريق ده جمعت كام؟ جمعت اتنين، فاصبح ان انت هتخزن هنا تلاتة، يبقى القيمة النهائية تلاتة. تعالى يعني احنا كده يعتبر وضحنا الموضوع بشكل منطقي، تعالى نوضحه بشكل بصمجي تاني، بشكل بصمجي. سيبك من كل الكلام ده، انت داخل على الفانكشن عايز ايه؟ انا عايز امشي في ثلاث طرق، تمام، وفي كل مرة عايز مجموع الطرق او مجموع الحاجات اللي ممكن توصلني للنهاية، او اللي هترجع لي قيمة في الاخر، تمام. او تعال نقول ان انت بتدور على اصحابك، ماشي، ايه اللي هيوقفك لو انت وصلت للاند، لو الستارت بقت اكبر من الاند، ماشي، هنا ريتيرن زيرو، معنى كده ان انت ما وصلتش لحاجة. طب لو الستارت وصلت للاند، معنى كده انك لقيت حاجة، فريتيرن واحد. حلو، دي البيس كيس بتاعتي. طيب
ان انت يا اما عديت خلاص، يعني جيت مثلا عند حته معينه لقيت ان انت عديت بس ما لقيتش حاجه، خلاص ارجع بصفر، انت ما وصلتش لحاجه. لو وصلت لصاحبك رجع واحد. طب ايه الاختيارات اللي عندك؟ الاختيارات اللي عندك دي بقى تبقى هي الترانزيشن، ان انت CH1، ان انت تروح للكالك الستارت بلس 1 والاند ثابت، التشويز التاني والتشويز التالت اهو، كل نسخه فيهم بتبلس قيمه، كل نسخه فيهم بتبلس قيمه، ورجع لي بقى القيمه اللي راجع لك من CH1 وCH2 وCH3 بس. بصمجيه مفيش اكتر من كده. مره امشي في الطريق ده، مره امشي في الطريق ده، مره امشي في الطريق ده، ورجع لي مجموعه 3 طرق بس كده. اتفضلي يا فاطمه. مش بنقول تويس الاول بلس ايكوال الناتج اللي خارج من نفسها. يعني انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ يعني مش انا كل مره مثلا انا عندي الستارت الاول اللي هي ستارت زائد واحد ماشي، دي وصلت الناتج هتخزن في التويس الاول ماشي، بعد كده لما ناديت ولا هو بيفضل ينادي وفي الاخر بيجمع كل مره واحده، يعني هو بيفضل بيفضل ينادي وكل مره بيكريت نفس الثلاثه فاريبلز، يعني هو بيخزن كل مره. طيب طب ثواني عشان زمايلك في الميتنج التاني مش سامعين السؤال، احنا ليه هنا عملنا ايكوال بس مش بلس ايكوال، رغم ان حته التشويز 1 دي المفروض ان احنا نعمل بلس ايكوال عشان كالك ستارت بلس 1 دي هتتنده كتير. لا هي الفكره كلها ان احنا كل مره بنعمل سي اتش 1 جديد وسي اتش 2 جديد وسي اتش 3 جديد، كل فانكشن بتتعمل بالحاجات بتاعتها جديده، دي لانج ملهاش دعوه باللي قبلها. ماشي انا فاهم، بس كده الناتج اللي طالع من الفانكشن اللي هي يعني انا مثلا عندي الستارت بواحد الاول ماشي، انا ناديت الستارت زائد واحد، فانا كده عندي هنادي الاثنين والاثنين، هنادي الاثنين والسبعه، لما كان لا الاند اللي هي الاند سبعه، الاند كده كده يعني سبعه ماشي، انا قصدي الستارت اللي تشنج بيحصل الاول عند البارامتر الاول. انا دلوقتي عندي انا البارامتر الاول الناتج منه 2 ماشي، فطلع لي ناتج بعد كده انا ناديت الستارت زائد واحد تاني ماشي، فبقى عندي 3 والاند، فطلع من الثلاثه والاند دي ناتج، فكده الناتج بتاع الاثنين والاند اتخزن فين؟ ان هو اتجمع عليه 3 بعد كده 4 لغايه 7 اتخزن فين يعني؟ علشان في الاخر التشويس الاول يبقى كل مجموع يساوي الستارت اللي هي زائد واحد اللي هي مثلا 2 وبعد كده 3 و4 لغايه 7. هقول لك، هو في كل مره المفروض ان هو بيكريت سي اتش 1 جديد، يعني في كل فانكشن هيكون فيها سي اتش 1 بتاعها لوحده. طب هعرف ازاي؟ زي ما انا جيت قلت هنا ان انت لما جيت وصلت، يعني خلينا هنا نقول CH1 وCH2 ماشي، انت هنا الشخص ده عنده CH1 لي وعنده CH2 ماشي، والشخص ده برضو عنده CH1 وعنده CH2 ماشي، لما هنا الشخص ده عمل CH1 اللي هو نده بواحد فرجع له واحد فتخزن في CH1 واحد، وهنا في CH2 ملقاش حاجة فرجع بزيرو فتخزن في CH2 زيرو. حلو. طيب هنا يبقى مجموعهم كام؟ واحد. الواحد ده هيتخزن في CH1 بتاع الفانكشن اللي قبلي. تمام بس كده، يعني في كل مرة انا بكريت CH1 جديد ملوش علاقة بال CH1 اللي قبله. ازاي في الاخر بيبقى الريترن بيبقى سي اتش 1 زائد، انا مش مستوعبه ازاي رجع كله سي اتش 1 في الاخر. نقول تاني، انا بعمل ريترن
بعمل ريتيرن سي اتش 1 زائد سي اتش 2 زائد سي اتش 3 فكده معناها ان السي اتش 1 ده كل الناتج بتاع كل الفاريبل. يعني انا عارفه ان هو مثلا كل فانكشن او كل تشايلد منه بيطلع بعمل له فاريبل جديد سي اتش 1. ازاي بقى سي اتش 1 دي في الاخر بتبقى مجموع كل الفاريبلز دي؟ ازاي بعمل ريتيرن؟ طب ليه مش بعمل ريتيرن لكل مثلا تشايلد لوحده؟ هقول لك ال سي اتش 1 دي بتاعت الفانكشن دي ماشي. خلينا نفترض مثلا ان احنا في كلك 2 ماشي. لما اجي نادي على كلك 3 اللي هي هنا المفروض اجابه كلك 3 هتتخزن في السي اتش 1 بتاع مين؟ بتاع كلك 2 صح؟ كلك 3 تاني انا هنا واقف الستارت بتساوي 2 ماشي. لما اجي اخزن سوري لما اجي استدعي كلك 3 كلك دي المفروض ان هي تبقى الستارت فيها ب 3 صح؟ حلو قوي. يبقى ال سي اتش 1 بتاع كلك 2 اتخزن فيها اللي راجع لي من كلك 3 كل اللي راجع لي من كلك 3 بقى ال سي اتش 1 بتاعها وال سي اتش 2 بتاعها وال سي اتش 3 بتاعها. مجموع الثلاث حاجات في كلك 3 هيرجع لي في سي اتش 1 اللي في كلك 2. وصلت؟ تمام. مش المفروض تبقى سي اتش 1 بلس بلس؟ ليه بلس بلس؟ هو طب افرض هي انت في التشويس الاول دخلت فيها وما لقيتش اجابه كلهم رجعوا زيرو يبقى انت عايز بلس بلس ليه؟ ماشي. عقلك بيشيط ماشي. والله الموضوع سهل. احبوا الموضوع عشان الموضوع يحبكم. مفيش حل تاني. طيب في حد بعت اعتقد الاحسن تعتبر انك ماشي صح طالما اول جزء شغال صح لان التريسنج ده متعب وكمان مش طريقه كويسه في الريكيرجن خالص. انا قلت هي طريقه بصمجه سيكا اللي هو انت بتحط الاحتمالات بتاعتك وخلاص بتريترن مجبوح. قصدي سي اتش 1 بلس ايكوال فانكشن. طب ما ده اللي انا لسه قايله. لا هي مش بلس ايكوال الفانكشن. ليه بلس ايكوال الفانكشن؟ انت اصلا بتكريت حاجه جديده. انا اصلا لو عملت بلس ايكوال هيجيب لي ايرور اهو جاب لي ايرور. ليه؟ لان انا لسه بكريت الفاريبل. ازاي اكريت الفاريبل اقول بلس ايكوال؟ ما ينفعش. يعني هنا مثلا خلينا نقول ان احنا في المين لو جيت قلت انت اكس بلس ايكوال 5 ما ده ما ينفعش. لا ده انا لازم اقول انت اكس الاول بعد كده اكس بلس ايكوال 5 مثلا لو انا هنا هخلي الاكس ب 0. فما ينفعش يا جماعه نقول بلس انت بلس ايكوال. يعني ايه انت بلس ايكوال؟ ما تضحكوش الناس علينا. هو الفانكشن هي بتزيد كل مره بنادي تاني. هو ده كانه بلس ايكوال بس هي الفانكشن هي اللي بتزيد صح؟ مش فاهم قصدك. يعني الفانكشن كل مره بتقول نفسها الواحد ده بيزيد. فانت لما بتعمل سي اتش 1 ايكوال كول بتاع مثلا بلس 1 اللي هي سلت بلس 1 فهي مش بتبقاش واحد هي بتزيد في كل مره. فلما بتيجي في الاخر تجمع سي اتش 1 و 2 و 3 بيديك اخر قيمه ليهم اللي هي كانت اكبر قيمه للفانكشن. مش اكبر قيمه ولكن اخر قيمه ترجعت بيها بالظبط كده صح. صح؟ صح؟ ماشي يا عمر اتفضل. انت عايز تقول ان اللي بيحصل يعني في الريكيرجن دوت بما ان كل نود بيحصل لك كرييشن للتشايلدز وكده يعني فبعد ما بيخلص وفي كل كول بيعيد كل اللي جوه في الفانكشن بادي دوت فبعد ما بيخلص وبيرتيرن للبيرنت فهو كده جمع من غير ما نعمل بلس ايكوال صح كده؟ اكيد طبعا.
ما هو انت بتريترن البلس، انت بتريترن مجموعهم. يعني خليني اقول لك حاجه، انت دلوقتي وليكن جيت قلت لك اهو انا واقف في مكاني ماشي، قدامي 3 ابواب، فانا هجيب واحد وادخله الباب ده، واجيب واحد ادخله الباب التاني، واجيب واحد ادخله الباب التالت. طب اللي هيرجع لي ايه؟ اللي هيرجع لي وليكن، طب بص تعالى نقول حاجه تانيه، ان انت مثلا عندك 3 مشاريع ماشي، عندك 3 مشاريع حلو. طيب هتعمل ايه؟ هتجيب مدير يدير لك المشروع الاول، وتجيب مدير يدير لك المشروع التاني، وتجيب مدير يدير لك المشروع التالت. حلو. طيب الدخل اللي داخل لك ايه بقى؟ مجموع اللي المدير الاول هيرجعه لك، زائد اللي المدير التاني هيرجعه لك، زائد اللي المدير التالت هيرجعه لك. دوت نفس اللي انا بقوله هنا، انا في كل مرة بقول ايه، الاختيار الاول كذا، الاختيار التاني كذا، الاختيار التالت كذا. طب اللي هيرجع لي ايه؟ اللي هيرجع لي مجموع اللي جاي لي من الـ3. ومش هيخش على السطر اللي بعديه غير لما الكولز دي تخلص. يعني الريتيرن خلى ان انا الفانكشن الكول الاولاني او الترانزيشن الاولاني دوت خلص، فدخل على التاني، والتاني لما يخلص هيخش على بالظبط يعني بالظبط. وهكذا يعني، فاهمني؟ نقرب الموضوع اكتر، خلينا نقول برضو ان انت دلوقتي صاحب مشروع، انت دلوقتي صاحب مشروع او صح، عندك 3 مشاريع، ادي المشروع الاولاني، وادي المشروع التاني، وادي المشروع التالت. وليكن مثلا هنا انت فاتح سايبر ماشي، وهنا انت فاتح مستشفى، وهنا انت فاتح مثلا صيدلية، تمام؟ انت يعني يستحيل تكون بتفهم في السايبر والمستشفى والصيدلية في نفس الوقت، فانت هتعمل ايه؟ هتجيب دكتور او هتجيب حد يشتغل في المستشفى يديرها ماشي، وهتجيب حد يدير الصيدلية، وهتجيب حد يشغل السايبر. حلو. طيب الفلوس اللي راجعه لك ايه؟ الفلوس اللي راجعه لك هي مجموع اللي راجع لك من السايبر، ومجموع اللي راجع لك من المستشفى، واللي راجع لك من الصيدليه. انت ما يهمكش ايه اللي بعد كده، ماليش دعوه بقى بتاع السايبر ده شغاله ازاي، ماليش دعوه بصاحب المستشفى شغالها ازاي، المهم ان انا جاي لي فلوس. انت راجل استثماري مثلا ماشي، ما يهمكش المستشفى اشتغلت ولا ما اشتغلتش، انت يهمك الفلوس اللي راجعه لك. نفس الكلام بقى بتاع السايبر ده، راح جايب مثلا حد واقف على البلاي ستيشن، وجاب حد اشتغل على البلياردو، وجاب حد اشتغل على البنج ماشي. يبقى اللي هيخش بتاع السايبر ايه؟ مجموع البلياردو زائد البنج زائد البلاي ستيشن وبتاع، وبعد كده بتاع السايبر يروح مرجع لك الفلوس. طب المستشفى جابوا دكتور مثلا في عيادة البطنة، وجابوا دكتور في عيادة الجلدية، وجابوا دكتور في عيادة العظام. يبقى اللي داخل المستشفى مجموع اللي جاي من الجلدية زائد اللي جاي من العظام زائد اللي جاي منين؟ من البطنة. وبعد كده بتاع المستشفى يجمعهم ويروح مرجعهم لك انت. كذلك الصيدلية، وليكن مثلا علاج وأدوات طبية، وليكن مثلا لو الصيدلية بتبيع مثلا مناديل او بيرفيوم او ديودرانت او الحاجات دي. فاللي جاي للصيدلية مجموع الـ3 حاجات، واللي جاي لك انت بقى الصيدليه، الشخص اللي واقف في الصيدليه هيرجع لك الايه؟ مجموع الـ3 حاجات دول. فاصبح ان انت بعد ما كل واحد فيهم رجع لك الـ3 الحاجات بتاعته، اصبح ان هم اصلا 3، فرجعوا لك الـ3 حاجات اللي هم جايين من كل واحد فيهم. اتمنى المثال تقريبا ده اسهل مثال ممكن توصل بيه الحاجه. حد مش فاهم يا جماعة؟ بالله عليكم ما تخرجوا من السيشن مش فاهمين، والله ما هتفهموا الدبيل. ضياء اتفضل. صوت واضح؟ واضح. بالنسبة بس لطريقة التريسينج بتاعت الكيرجن، عشان التعداد الأقاويل فيها يعني، في اللي بيقول إن إحنا نتريس الكول مرة واحدة، أو نتريس على ورقة، أو نبصمجها. أنا النهاردة عملت معاك فإيه أحسن الـ3 حاجات. حاجة؟ طب إيه أحسنهم يعني؟ عشان لما يعني ده أمثلة، في أمثلة بسيطة يعني، لكن فعليا بقى نخش بقى في الأمثلة زي كنت فورسز وليك كود، بتبقى حاجات صعبة يعني. هو بصراحة أنا مش هضحك عليك، أنا في البداية كنت مبصمجه، واحدة واحدة اتعلمت.
ممكن بقى طريقة البصمجة. طيب بص، زي ما قلت لك انت هتقسم الكود بتاعك لثلاث حاجات. خلينا نقول مثلا مسألة تانية غير دي، عشان المسألة دي خلاص انتوا حفظتوها فمفيش جديد فيها. انت بتقسم المسألة بتاعتك لبيز كيس وترانزيشن، ماشي؟ انا ما يهمنيش اللي راجع لي ايه، انا اللي يهمني اللي انا هعمله ايه، ماشي؟ ما يهمنيش الفانكشن شغالة ازاي. دلوقتي احنا شغالين في حتة البصمجة، حلو؟ طيب طب ماشي، ممكن نفكر في فكرة مسألة نعمل ايه مثلا. مثلا هقول لك على حاجة، هنجيب مسألة، هنجيب مسألة من كود فورس وهنشرحها بالبصمجة الأول، وبعد كده نفكر بقى التريسنج بتاعها مش ازاي. مش وقت المسجات على كود فورس خالص. بسم الله، ماشي. ماشي، المسألة دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت المفروض، وليكن مثلا دي الخريطة اللي معاك، دي الخريطة اللي معاك، ماشي؟ في الخريطة دي هو هيدي لك البداية وهيدي لك النهاية، وبيقول لك بكام طريقة ممكن توصل بيها للنهاية بتاعتك. حلو؟ بكام طريقة ممكن توصل بيها للنهاية بتاعتك. تعالى مثلا نقول ان انت واقف هنا وعايز تروح هنا، فالطريقة الوحيدة اللي عندك ان انت تمشي لها ستريت، ماشي؟ ما ينفعش تعدي هنا، ما ينفعش تعدي على حاجة فيها هاش يعني. طيب تعالى نقول لو انت عايز تروح هنا، فالطريقة ان انت تمشي كده، تمشي كده، تمشي كده، 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 كده. حلو؟ طيب ايه الطرق بتاعتك؟ الطرق بتاعتك ان انت ممكن تمشي في كل الاتجاهات، ممكن تمشي في كل الاتجاهات عادي، ماشي؟ طيب اعرف ازاي بقى ان انا وصلت للنهاية ديت؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نستقبل القريب بتاعنا. خلينا مثلا نعرفه جلوبال. هنستقبل الان، والجريد دي هتبقى ان في ان كاركتر اري اس اوف الان. ماكسيموم هتبقى بكام؟ الان ماكسيموم هتبقى بستة، ستة في ستة، او خلينا نقول يا عم 10، مش هزعلك، ماشي. بعد كده هنسي ان للان وزيرو يظهر من ايكوال 1 ما يظهر او يساوي الان اي بلس بلس سي ان الاس اوف، لا لسه في فور لوب تانية. حلو، ماشي. بعد كده المفروض ان انت هيبقى معاك الستارت، انت ستارت، ستارت اكس وستارت واي و اند اكس واند واي، ماشي. النود، النقطة اللي انت هتستارت عندها والنقطة اللي انت هتاند عندها، حلو. وبعدين بيقول لك بقى ان هنا هتستقبل الستارت بتاعتك، والاند اكس والاند واي، ماشي. ايه البيس كيس بتاعتك وايه الترانزيشن؟ واحده واحده كده. تعال نشوف البيس كيس بتاعتنا، او خلينا نقول البيز كيس بتاعتنا دي بنكتبها دايما في الاخر، ما بنكتبهاش في الاول. انت هيكون معاك ايه؟ هيكون معاك الاكس
والواي، دول الدايمنشنز بتاعتك اللي انت واقف عليهم. ماشي. طيب ايه الترانزيشن بتاعك؟ الترانزيشن بتاعك ان انت وانت واقف في مكان، وليكن مثلا انت واقف هنا، انت ممكن تمشي يمين او تمشي شمال او تمشي لتحت او تمشي لفوق. حلو. يبقى انت معاك 4 choices. يبقى int choice 1 equal calc. ايه بقى؟ انت عايز تمشي يمين، فيمين دي اللي هو، او خلينا نقول انت عايز تنزل لتحت، يبقى x plus 1 والواي. انت معاك 4 اختيارات، ادي ch1 ch2 ch3 ch4. ماشي. معاك ال ch1 ان انت يعني اما يعني بتطلع فوق او بتنزل تحت. كذلك الامر ان انت يا بتبلس واحد هنا يا بتماينس واحد هنا، دي الطرق بتاعتك. تمام. وبتريترن ch1 زائد ch2 زائد ch3 زائد ch4. تمام. حلو قوي. هو لو احنا عند الادج ده كده غلط. نعم. لو احنا عند صفر مثلا فكده هشوف ماينس 1. ما لسه ما محتب... لسه لسه ما كتبناش البيس كيس. واحده واحده. طيب. احنا دلوقتي مش عايزين نفكر خالص. مش عايزين نفكر، انا مش بقول لك فكر، انا بقول لك بصمج. دلوقتي احنا بنقول هنبصمج، هنبصمج الموضوع. ماشي. الاختيارات بتاعتك ايه؟ ان انت تمشي في الطرق دي وتريترن مجموعة الطرق دي. ماشي. حلو قوي. البيس كيس بتاعتك اللي هتوقفك ايه بقى؟ لو ان الاكس وصلت لي ال اند اكس، وفي نفس الوقت الواي وصلت للاند واي. حلو قوي. يبقى انت هتعمل ايه؟ ها معايا كده هنعمل ايه؟ هتريترن 1 ان انت وصلت للنهايه. حلو. حلو قوي. طيب يستحسن ان انت علشان ما يحصلش انفينيتي لوب، يعني مثلا ان انت الجريد بتاعتك، خلينا نقول ان انت كنت واقف هنا معاك مثلا الجريد دي، لو انت واقف هنا انت عندك حل انك تطلع لفوق او تخش يمين او تنزل لتحت او تمشي شمال. فعلشان ما يحصلش ان انت وانت واقف هنا تطلع لفوق بعد كده تنزل لتحت، تطلع لفوق وتنزل لتحت، تطلع لفوق وتنزل لتحت، تطلع لفوق وتنزل تحت، تطلع وتنزل، تطلع تنزل، تطلع تنزل، وهكذا هتفضل ماشي شغال على الاثنين دول بس. فانت هيكون معاك بس مجرد بوليان اري اسمه فيزيتد، علشان الحاجه الفيزيتد ما تشغلهاش تاني، ما يعني الحاجه الفيزيتد ما تخشش فيها. فهتقول لو فيزيتد للاكس والواي، او خلينا نقول الاول ان الاكس، يعني خلينا نقول ان الاكس هتكون جوه الجريد، لان انت لو خرجت بره الجريد فمش هينفع تشتغل. يعني لو الاكس كانت اصغر من الواحد، او الواي اصغر من واحد، او الاكس اكبر من ان، او الواي اكبر من ان، او فيزيتد للاكس والواي، ساعتها هتعمل ايه؟ هتريترن زيرو. صح. كل الحاجات دي ما تنفعش. وهنا في الترانزيشن يا معلم هتعمل فيزيتد للاكس والواي بس كده. سوري. بيساوي واحد. تمام ولا ايه؟ تعال نجرب كده. انا هنا يعني الموضوع بصمجة، انا ما فكرتش لثانية. احنا ما طبعناش الاجابة. سي اوت كالك. هنكلك ايه؟ الستارت اكس والستارت واي. هي هتطلع اجابة غلط.
معلش يا استاذ كده ينفع بس باين الحته اللي فوق ان انا عملت تركه كده واتاخرت جامد لكن الفيكتور عملته في البيت بدل ما اعمل قريتك الفيكتور وقريه انا معلش يعني انا قلت اعملها اوف بير احسن اتاخرت فينفع بس اشوف بس الحته اللي فوق اكتبها بسرعه بكتب بسرعه ماشي احنا لسه انا هبعت لكم كده لينك البروجرام كلها. المهم ان المساله ديت الكود جاب غلط ليه؟ لان انت بعد ما تعمل ان الحته دي فيزيتد وتمشي لفوق المفروض ان انت تخليها ان فيزيتد بقى. فالمفروض ان انت بعد ما تيجي هنا هتقول فيزيتد الاكس والواي ايكوال زيرو. ما شاء الله 800 8590 هندسه معلش بس الحته المفروض لما نعمل ريتيرن زيرو مش المفروض تبقى الاف كونديشن بتاعت اللعبه ريتيرن زيرو قبل قبل الاف كونديشن الثانيه علشان لو طلعت بره الجريد بس اعتقد هي هيها لان احنا مزودين دايمنشن الجريد اصلا اعتقد المشكله في الشباك صح احنا مش حاسبين موضوع الشباك مش حاسبينها او لو ان الاس اوف اكس اوف واي كانت ايكوال هاش برضو الكلام ده هيرتر اربعة لا ما كانتش اربعة هي 14 تاني احنا هنا بنستقبل من واحد لان بعد كده ماشي كده احنا عملنا سي ان تاني تمام الستارت اكس والستارت واي هنا الاند اكس والاند واي حلو قوي البيس كيس بتاعتنا لو الاكس كانت اصغر من واحد او الواي اصغر من واحد او الاكس اكبر من ان او الواي اكبر من ان او ان احنا واقفين على ان احنا واقفين على هاش او ان احنا عملنا فيزيت للحته ديت قبل كده فساعتها هنترن زيرو. طيب لو وصلت للنهايه الاكس وصلت للاند اكس والواي وصلت للاند واي فساعتها هنرترن 1. بعد كده المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ ان احنا بالكالك الفانكشن وبنعتبر ان الفيزيتد رجع بزيرو. بس لا مش شرط احنا بعد يعني احنا هنعتبر ان هي بوان ولما يرجع المفروض تفضل بزيرو تاني. لا ده كده لا يعني مش كده خالص. دي الهاشتاج دي زي ما هي عادي. هو اصلا البيس كيس خالص يعني مثلا لو اكس بصفر ما ممكن تشتغل عادي ممكن تطلع فوق وتحت. ازاي؟ ما انا موقفها لما توصل لما تبقى اصغر من واحد. خلي بالك انا شغال انا شغال وان اندكس مش شغال زيرو اندكس. تاني انا شغال وان اندكس مش شغال زيرو اندكس. احنا اكيد غلطانين في غلطه تافهه. هندسه معلش ال قبل ريتيرن تحت الفيزيت اللي هي اكس وواي ايكوال زيرو دي ايه لازمتها؟ ان انت بتعلم ان هي فيزيت بقى ان هي ان الفيزيت ده يتشال بعد ما تخلص الحاجات بتاعتها. احنا طالما شغالين ولا اندكس هندسه فانت كده لو الاكس اقل من الواحد لو اقل من او يساوي اصلا ما يخشش ان انت هتخش كده في الفين في المفروض اصلا تخش بيكس ماينس 1 عارف يبصي ستيت غلط. ليه؟ هما لما هيبصوا مع بعض وانت بتبص الفانكشن ثواني 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 هو اصلا في المساله هو مش طالع احنا حالين صح. هو اصلا المطلوب هو عايز مينيمم نمبر اوف موفز هو عايز اقل عدد من الموفز مش عايز عدد الطرق. ده احنا حالين المساله غلط. هو الحل بتاعنا ده صح بس هو عايز مينيمم نمبر اوف موفز
فانت هنا بدل ما انت بتريتيرن البلس هتريتيرن المينيموم. هتريتيرن المينيموم بس في حاجة بقى، انت هنا المفروض ان لما بتوصل عند ده المفروض ان دي valid answer. valid answer فانا هريترن زيرو وهجمع واحد هنا. طيب دي مش valid answer فانا ممكن اريترن قيمة كبيرة بحيث ان انا بمينيمايز، فدي يتعمل لها سكيب، ممكن نرجع مثلا 500. 500 رقم كبير، خلي بالك. واحد اي خمسة. احنا مسبقينها سالب واحد 14. ايه صح. سيبها ماشية ببركة ربنا، احنا شغالين لحد دلوقتي بصمجة ما بنفكرش في حاجة. رونج 4 ماشي. تاني هو دوت المفروض ان هو مش valid answer، فساعتها المفروض ان انت هت return. نعم قول. هو كان بيقول لو مفيش حاجة نطبع سالب واحد. لو مفيش حل، لو ثواني، لو مفيش حل. فاحنا ممكن ما خدتش بالي من الحتة دي. ممكن نقول مثلا انت انصر بيساوي كذا. ماشي. في حاجة كمان، تعال كده نسي اوت الانصر اصلا. لو هنقول مثلا ان انت معاك تلاتة بس ومعاك دوت هاش دوت 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 هاش 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 دوت دوت دوت، وهتبدأ من عند الواحد واحد وعايز توصل عند التلاتة والتلاتة. هو ممكن يدينا ماتريكس كبيرة كلها نقط، وممكن النمبر اوف ويز. بص الرقم هنا أو المينيموم. 10^5. فاحنا هنا هنقول بس لو الانسر، لو الانسر كانت اكبر او يساوي 10^5 هنسي اوت سالب واحد، إلس هنسي اوت الانسر. هتجيب رونج 10. لا اكسبت. خلاص يا عم، خلاص يا عم، اكسبت. ثواني يا جماعة هرجع لكم تاني نكمل ريكورد. اتفضل يا عمر. معلش ممكن الكود ثواني؟ الكود ثواني، مش في حاجة مش فاهم فين. ماشي. مش فاهم ليه لما عملنا بدل ريتيرن 1 عملنا ريتيرن 0 وبعد كده عملنا ريتيرن رقم كبير فوق، اشمعنى يعني ليه عملنا كده؟ حلو قوي، سؤال حلو. بص انت هنا في السؤال هو عايز minimum number of steps. يعني ايه؟ يعني هو عايز اقل عدد من الستيبس بحيث ان انت توصل للنهاية بتاعتك. ماشي؟ طيب ماشي. يبقى ماشي. انت عند كل اختيار من دول المفروض ان انت بتزود واحد، اللي هو الخطوة، صح؟ ايوه مظبوط. حلو قوي. طيب لما توصل للنهايه، لو وصلت للنهايه اللي انت عايزها فانت بتريترن زيرو. ليه بتريترن زيرو؟ علشان المجموع يبقى مجموع الحاجات اللي انت عملت لها كول. طب لو وصلت لحاجه، طب عملت ريترن 1
نعم لو عملت ريتيرن هيبقى مجموع ايه؟ هيبقى المجموع بس زائد واحد. تعالى كده نخليها ريتيرن 1 ونشوف دي هتلاقيها بتطبع لك 15 مش 14. بص 15 المفروض تخليها 0. ليه بقى؟ لان انت عند كل كول تاني عند كل كول انت بتجمع واحد. كل ما بتيجي تعمل كول بتجمع واحد، كل ما تيجي تعمل كول تجمع واحد، كل ما تيجي تعمل كول تجمع واحد. فانت لما بتوصل للنهايه انت بتخليها بتريترن زيرو علشان المجموع يبقى مجموع الكولز اللي انت عملتها. طب احنا ليه هنا بنريترن قيمه كبيره؟ عشان انت بتعمل مينيمم، انت عايز اقل حاجه، فدي حاجه مش حلوه او مش دي مش هترجع لي اجابه. فانا بريترن بقيمه كبيره بحيث ان انا كده كده باخد المينيمم، فاهم قصدي؟ ايوه بس كده. طيب حته الفيزيتد، حته الفيزيتد عمل ليه عملناها هنا فيزيتد وهنا رجعناها تاني؟ لان انت يا معلم لما تبقى لما تبقى مثلا زي ما قلنا ان انت معاك كده لما انت تبقى واقف هنا في النص ماشي، لو طلعت فوق فانت ممكن تنزل لتحت تاني، تفضل طالع نازل، تفضل طالع نازل طول طول حياتك ما تعملش حاجه تاني. أيه. مفيش حاجه توقفك ماشي. فانت لا انت بعد ما تطلع فوق علم نفسك ان انت فيزيتد بحيث ما ينفع ما يعرفش ينزل لك تحت تاني ماشي. طيب بعد ما تطلع فوق تمام، بعد ما ده يتحرك في اي اتجاه من الاتجاهات بتاعته المهم ان هو ما ينزل لكش تاني، رجع نفسك بقى مش فيزيتد بحيث ان دوت لما يجي هنا وينزل كده يعرف يرجع لك تاني. وصلت؟ تمام تمام بس كده. جامد معلش مش مهندس، ممكن تعيد الفيزيت التاني؟ الحته اللي هي الاخيره ديت عشان درجه. ماشي. انت دلوقتي اول ما بتخش عند خليه بتعلم ان هي فيزيتد، حلو؟ دي انت فاهمها صح؟ تمام. ليه بتعلم ان هي فيزيتد؟ عشان لما تيجي تطلع فوق ما يعرفش ينزل لتحت تاني، ما يحصلش لوب بقى. ماشي. طيب بعد ما تخلص خالص وتوصل للنهايه، يعني تعال نفترض مثلا ان انت عايز تروح هنا، فانت ده هيطلع فوق كده، بعد كده يجي كده، ده يجي كده، ده يفكر يجي هنا يلاقيك فيزيتد ما ينفعش يخش لك تاني، فده يروح نازل كده وده يروح نازل كده وده يروح نازل كده، وصلت للنهاية يا معلم. طيب يروح ده راجع يحاول يطلع فوق يلاقيك فيزيتد، ده يرجع 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 يرجع، أول ما ترجع لنفسك تاني خلاص كده مفيش أي كولز هتحصل من عندك تاني، علم نفسك إن أنت مش فيزيتد بقى يا معلم. ليه؟ لعشان لما تيجي تتنده من هنا مثلا ده يعرف يجي كده ويروح يعرف يرجع لك تاني. تمام وصلت كده. تمام نشوف مسألة تانية. الموضوع لذيذ صح؟ الصراحة أحسن من البلاك جامد. نعم بقول لك الصراحة البلاك جامد جدا. في اتنين اتكلموا حبيبي ربنا يخليك. طيب تحسب الكومبلكسيتي بتاعت الريجريشن ازاي؟ عدد الخطوات بتاعتك، يعني مثلا انت في كل مره بتاخد كام اختيار، و الورست كيس ان انت توصل لحاجه تعمل لك ريتيرن. يعني مثلا هقول لك على حاجه، تعالى نفترض مثلا ان انت كل مره بتكل نفسك ماشي، في كل مره بتكل نفسك و اسمه ده، يعني مثلا في اول حاجه احنا كتبناها خالص ان انت عايز تطبع الارقام مثلا من 1 ل 10، فانت الكومبلكسيتي بتاعتك ان انت في كل مره عندك اختيار واحد، ايه هو؟ ان انت بلس واحد، فتشوف بقى انت هتكل نفسك كم مره، هي مره واحده لحد ما توصل عند حاجه معينه اللي هي الانت، فاحتماليه انك توصل لها هي وليكن مثلا الفرق ما بين الار والال. طب مثلا هنا في التري اللي احنا رسمناها هي راحت فين؟ اهي التري اللي احنا رسمناها اهي،
انت في كل مرة عندك اختيارين، ماشي؟ انت واقف هنا، في كل مرة عندك اختيارين، فمعنى كده ان انت بتضرب في اتنين. تيجي عند ده هتلاقي ان كل واحد منهم عنده اختيارين، فانت رحت لاربع حاجات. طيب تعال عند كل واحد من دول عنده اختيارين، فانت بتضرب في اتنين تاني. بمعنى اصح ان انت وليكن مثلا عشان توصل للنهاية هتاخد 3 خطوات او 5 خطوات، فانت في كل مرة فيهم عندك كام اختيار؟ عندك 3 اختيارات، فانت 3 في 3 في 3 في 3 في 3 وهكذا. وصلت ولا ايه؟ تمام. تمام ماشي. كان في حد رفع ايده مضروب يعني؟ لا هي مش مضروب. بص هي في الكومبايناتوركس اسمها البرودكت رول. اتفضل يا احمد. ممكن نقول كده الكومبلكس بتاعتنا كده ان بقول لك يا كوتش، هو انا عملت المساله بس مش عارف اتاكد ازاي انها صح ولا غلط، يعني لا سميت فين بالظبط. هو الجروب ده برايفت بصراحه. طيب ابعت لي اللينك اي دي 1 وانا هبقى صدمته لك. تمام زي الفل. ماشي يا محمد اتفضل. وانا بس بصراحة مش عارف بعد ما عملنا الفيزيت بون رجعناه بزيجو تاني ليه، علشان لو جيت ندهت عليك بس البداية بتاعتك ما كانتش عندك انت. يعني انا ابتديت من مكان تاني بس وصلت النقطة وصلت لها قبل كامل مكان تاني، مش نفس الباص يعني، وصلت لنفس النقطة بس من باص مختلف. يعني ابتديت من مكان معين وصلت للنقطة دي، جيت من مكان تاني وصلت لنفس النقطة بالظبط. فانت بعد ما بتخلص الباص اللي انت ماشي فيه بترجع النقطة ديت unvisited تاني، بحيث لما تيجي تروح لها من باص جديد تبقى تشتغل معاك عادي. طب مش هو احنا بنخلص الاربع كلك دي ونخلصها يعني كل واحده بالترتيب؟ طب ما كده كلهم هيخلصوا والفيزيت اللي تحتها هتبقى ايه لازمتها؟ ولا هما كلهم خلصوا وبعد كده هيتعمل لهم ابديت؟ لا بص تاني. كنا فين؟ تعال نقول ان احنا نشتغل هنا. هو معلش والله هندسه بس انا يعني اتلخبط شويه. لا عادي عادي ولا يهمك. بص انت واقف هنا عند الراجل ده ماشي، فبتعلم ان هو فيزيتد، تطلع لفوق تعلم ان ده فيزيتد، تخش هنا تعلم ان ده فيزيتد، تخش هنا تعلم ان ده فيزيتد، ده يحاول يرجع هنا تاني؟ ما ينفعش صح؟ تمام. ماشي. فانت بتعلم ان هو فيزيتد. طيب تيجي هنا تعلم ان هو فيزيتد. بعد ما ترجع وتخلص اللفه بتاعتك انت كده ماشي في باص. بعد ما تخلص الباص ده اعتبرها ان هي مش فيزيتد. ليه؟ علشان تعالى نفترض ان انت مثلا هنا جيت مشيت كده فعلمت دي ان هي فيزيتد، جيت كده فهتعلم دي ان هي فيزيتد، ماشي؟ طيب لما تطلع فوق كده وتيجي كده لما تحب ترجع تاني علم ان هي مش فيزيتد. ليه؟ لان انت ممكن توصل لها بباص تاني، ان انت مثلا تروح نازل كده بعد كده تيجي كده تيجي كده تيجي كده تيجي كده، ده فاليد باص ولا لا؟ تمام بالظبط كده. يبقى انت بعد ما بتخرج من الباص بتعلم ان هي رجعت تاني لحالتها الاصليه. تمام ماشي هندسه. يعني هو بشكل عام الاربعه كالك دول كلهم بيخلصوا بالترتيب صح؟ نعم الأربعة كالك دول بيخلصوا بالترتيب صح كده؟ فعشان كده يعني مثلا أول كالك دي خلصت دخلنا على التانية والتالتة والرابعة من أول نقطة، نرجع نخلي الفيزيت نرجعه تاني يبقى صفر، بحيث إن النقط اللي بعد كده يعني نشوف بقى المسار الأقل وكده بالظبط. ماشي هندسة شكرا والله. كان في حد تاني رفع إيده. ماشي يا احمد اتفضل. انا
انا بعته لحضرتك تمام. هنا في الشات ولا فين؟ هو بعته في الجروب. لا حاول تبعته هنا في الشات عادي. الخاص يعني هنا في الشات بتاع الميتنج. فهمت انا تمام. بعته تمام. هو كود فورسز معلق عند كله ولا انت عندي اللي وحش؟ لا انا عندي مش قوي يعني مش معلق قوي. هو شغال هنا عند بس ماشي. ده رونج انسر 1 ده في التست الاول طابع سالب 1. الكلام ده غلط طبعا. تعال نشوف الغلط اللي عندك ايه. انجازات. تعال نشوف الغلط اللي عندك ايه. طيب البيس كيس ان لو الاكس بواحد اصغر من الواحد اصغر من الواحد اكبر من الان اكبر من الان ان الري دوت سكند ان هي فيزيتد يعني او ان الفيرست بهاش بتريترن رقم كبيرة. ماشي كده بتريترن. ماشي هو بادئ البتاع من زيرو وبيخلي الاكس بواحد اصغر من واحد يعني الاكس بزيرو يوم جاي طبعا ريترن يوم جاي. سوري هنا انت المفروض تشتغل وان اندكس بقى. يا اما هنا تقول اصغر من زيرو واكبر من ان ماينس 1. فهمت كده يعني انا متعامل مع الاكس بلس 1 ده كده غلط. متعامل كاني ببدا من الواحد صح وهي المفروض ان انا بادئ من الزيرو. بص هصلح لك الكود. انت هنا بدل ما نصلح وانا كده فهمت صح. احنا ممكن هنا نصلح نقول دي لو اصغر من زيرو دي لو اكبر من ان ماينس 1 لان هي النهايه بتاعتك هتبقى ان ماينس 1. ده رونج انسر 1 برضو. وانا عملتها اندكس واحد انا بدات عشان الستارت والاند عمالين بالظبط. الستارت والاند هتضطر تماينس منهم تاني. هلا ايه يا ابن الحلال انت كودك ماله؟ مش عارف ماله مستعصبني كده. احنا هنا بن ماينس ماينس الاي اكس والاي واي وبن ماينس ماينس الاس اكس والاس واي. كود اكبر اهو يساوي ان ناقص واحد. لا اكبر بس. ليه؟ انت قصدك على فين؟ خلاص خلي الان نعم؟
الان يكون جلوبال. اه صح، انت المفروض الان بتاعك يكون جلوبال. امال هنا شغال على ايه؟ يا راجل يا محترم، انت معرف الان جلوبال ومش جلوبال في نفس الوقت؟ شيل ده. واحدة وطنية، لازم اوحد القطرين. الملك نعرمر بيتكلم معايا. الحمد لله على السلامة يا عم اكسب. بس ايه الكلام الكبير ده؟ سيب مش عارف ايه. يلا مش مشكلة. لا هو ده انا مش كاتبه، انا كاتبه خدت كده مني 3 ايام، بقيت صاحب كل حاجة، بس المهم 3 ايام دول عملت فيهم كل حاجة. ربنا يعينك. طب تعالى بقى نشوف مسألة تانية، تعال نشوف مسألة كاونت فاليوز دي. والله انا بقرأ المسائل معاكم لأول مرة، انا بقالي كتير مش يعني. بص هنا السبمشن دوت من يوم 17/5 السنة اللي فاتت، يعني بقالها اكتر من سنة. تعال بقى نقرأ المسألة دي مع بعض كده ونشوف هنعمل فيها ايه. ولو سمحت هو عايز اسال حاجه بس، هو الميعاد بتاع الحصه الجايه امتى وهنفنش امتى؟ عشان بقى ما يهزقنيش يعني. الحصه الجايه عشان الخريطه تطلع ولا حاجه. هنتفق في اخر الميتنج ان شاء الله. تمام ويعني يا ريت تبعت واتس عشان هو ما يلقوناش. اللي تجيله فكرة بقى يقول لي يلا هحل معاك. ومعلش يعني اللي يفهم المسألة يقول لي ان انا الصراحة يعني ترجمة جوجل دي واقف معايا في كل حاجة. معلش يعني انا ما اعرفش اعمل ايه في المسألة. ما انت حاول بقى، معاك سنة لسه، حاول تتعلم تحل لوحدك، تفهم المسألة لوحدك. سنة في مش لسه المسابقة فاضل لها سنة يا جماعة، ولا بيتهيألي لا احنا لسه قدام مسابقتنا قدامها سنة. طيب هو عموما بيقول لك هيدي لك array من length n، وعايز عدد ال different values اللي ال k دوت مجموع subset of element. بس هو هنا بيقول لك let's define subset of the array as the tuple can be obtained by removing some elements of it. طب هو tuple دوت يعني قصده ثلاث عناصر ولا قصده شويه عناصر وخلاص؟ هي السبست عموما بتبقى شويه عناصر، يعني هو هنا خلينا نعتبر ان هي شويه عناصر. هو هنا بيقول لك هتجيب tuple ده داتا ستراكشر في بايثون، يبقى عادي في عناصر كتير مش شرط. طب حلو قوي، يبقى انت هنا يا معلم هتجيب المجموع لكل السبست وهتقول لي عدد الديفرنت فاليوز اللي ممكن توصل لها. انا همشي معاك لحد الاخر. طب يلا هنعمل ايه؟ مين انا؟ اه انا ماشي، وانا هجرب كل اسمه ايه ده واحطه في ست واجيب السايز بتاع الست. جامد ده في الملخص اصلا الممل. ماشي حلو قوي. تمام حلو، نمشي بقى في التفاصيل. نمشي في التفاصيل. في الاول الفانكشن بتاعتك هتبقى فويد ولا انتجر؟ انا شايف ان هي تبقى فويد احسن. ماشي فويد، لان انا كده كده بحطه في ست. ماشي تعالى بقى واعمل ست. ماشي هنمسح الكلام ده. احنا ممكن اعمل انوتر الست عشان تبقى سريع في الانبوت والاوتبوت. لا خلاص كده القيمة تبقى قليلة. صح هي لحد 20. انت بتقول عايز تعمل ايه؟ كنت بقول نعمل ان اوردر الست عشان لما ادخل بسرعه واكسس بسرعه. لا عادي عادي، ولكن خلاص كده كده يعني الارقام قليله. صح اللوج مش هيفرق معاك. 2 لحد 2 اس 20.
يبقى زلف. طيب هنعمل ست. عامل ست افتح كورس الانسر. ماشي ايوه. طيب ايه الترانزيشن بتاعك وايه البيس كيس بتاعتك او ايه البارامترز بتاعتك؟ ماشي اولا انا هعمل انا هعمل مثلا الرفوف الاول فوق خليها جلوبال ولا ما اعرفش يسموها ايه اللي فوق ده علشان اللي هو تبقى موجوده في الكالك من غير ما انا اديها بارامتر. يعني هعمل المصفوفة اللي انا هسيئنها جلوبال اهي بالظبط اللي هي الاس مصفوفة ماشي. طيب ازلف حلو قوي. يبقى احنا هنا في ال كده انت اي ايكوال 0 اي اصغر من ان اي بلس بلس ان الاس اوف اي. حلو ده الاري بتاعنا. طيب في الترانزيشن بقى معاك الترانزيشن والبيسكس والبارامتر. انا مش جايب بالي حل حاليا غير التو بوينترز ان انا اتمشى. طب ماشي هتتمشى ازاي؟ هتبقى حلو ان انا اعمل اي وجي وامشي في كل الحالات. ماشي انت اي وانت جي. طيب الاي دي بي هتمثل لك ايه والجي هتمثل لك ايه؟ الاي دي مثلا البدايه والجي دي نهايه. خلي بالك برضو انا عايز اقول لك حاجه. احنا كسب ست مش سب اري. سب ست دوت يعني انت ممكن تاخد العنصر الاول مع العنصر الثالث مع العنصر الرابع بس او ممكن تاخد العنصر الثاني مع الخامس بس. انا كده فهمت طريقه حل ثانيه. ماشي انا هاخد العنصر الاول احاول يعني ابرمجك انك ماشي. هاخد العنصر الاول اعمل كل الاحتمالات الممكنه هاخد مع العنصر الثاني او الثالث او الرابع او الخامس. حلو قوي. وهبدا افرع يعني كده الرقم هيبقى 10. حلو يعني بمعنى ثاني ان انت عند كل عنصر مره تاخده معاك ومره ما تاخدوش معاك صح؟ او الفكره اللي في بالي ان انا مثلا ادي الواحد تمام خدها معايا فكده عملت اولا للسايز واحد تمام 1 2 3 4 تمام وبعدين السايز هيكون اخد ادي واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه لو بدات في الواحد تمام اخد معاك اثنين او ثلاثه او اربعه تمام كده فكده لو الكومبليكس بتاعتها لو جيت حسبتها هتلاقيها اللي هو ان في ان ناقص واحد كده لحد البتاع ده زائد الان في الان ناقص واحد لحد يعني. انا فهمت قصدك. على ما اظن حلو. يعني البارامترز بتاعتك هتبقى الاندكس بتاعك وايه تاني؟ ولا الاندكس بتاعك بس؟ والمثلا السايز الصم المجموع والسايز برضه عشان اعرف انا هاخد 3 ولا 2 ولا 1. مش شرط. ما هو انت تعالى نفترض مثلا ان انت في لو انت واقف عند العنصر الاول انت عايز تعمل لوب تمشي مره تروح للعنصر الثاني مره تروح للعنصر الثالث مره الرابع مره الخامس كعنصر ثاني ليك صح؟ طب ما هو انت لما توصل عند العنصر الثالث مثلا ما ينفعش ترجع للاثنين ثاني بقى. يعني طب انا كده فهمت من كلامك كده بدات توضح. انا اخد العنصر الاول تمام وهمشي اخد الثاني واخد الثالث ومره اخد الرابع ومره اخد الخامس اخزن البتاع ده واخد مره بقى الثاني او الثالث او الرابع او الخامس يعني اخد اللي ما اتعلمش عليه بالظبط. يعني تعالى ممكن اعمل المصفوفه ممكن اعمل مصفوفه يعني مش انت بس ممكن اعملها فيكتور اوف بير انتو بوليا تمام اللي خدته ماخدوش تاني. طب ليه انت تمشي اصلا على كل العناصر ليه تاني لما انت يعني بص هقول لك على حاجه. ما هو بص الطريق لو انت هتقول مثلا انا هروح من 1 ل 2 ل 3 هيها لو قلت من 1 ل 3 ل 2 فانت لما تروح للثلاثه ايه اللي يرجعك للاثنين تاني؟ ما تكمل لقدام. انت لما تروح عند الاثنين تقدر تروح للثلاثه تاني. انت كده بتجرب كل الحلول. يعني كده تمام كده وصلت. يعني انا هروح عند الواحد تمام واروح عند الاثنين وادي الثلاثه وادي الاربعه وادي الخمسه تمام كده. الواحد دي هتبدا تتفرع تاخد الاثنين وبعدين تاخد الثلاثه وبعدين تاخد الاربعه وبعدين تاخد الخمسه بالظبط تمام. والاثنين دي هتتفرع تاخد الثلاثه والاربعه والخمسه كده هعدي على كل الاحتمالات صح؟ بالظبط تمام. فانا ممكن اعمل بارامتر الاول مثلا مثلا انت اي خليها انا كده كده هصفرها في تمام
عامل البيز كيس الاول لو اللي هو في بالي دلوقتي. يسيب البيز كيس يروح عند الطرش. تمام. طيب نعمل فور لوب. ايوه عامل مثلا انت صم يساوي اي. انت صم بيساوي الاي. اي وبعدين نزود عليه بقى صح. طب انا همشي معاك واحده واحده. انت صم بيساوي طب ما الصم دي اصلا بارامتر ما انت ما ينفعش تقول انت صم بيساوي اي. انا قصدي اعمل البارامتر تاني. يعني ممكن تقول مثلا ماشي ممكن تقول مثلا انت جي بيساوي الاي. حلو ماشي. والجي وكده صح وكده صح ولا لا بس كده هيبقى الاي بلس 1 بقى. لا انت مش صح. والجي اصغر من ان والجي بلس بلس. حلو وانت عايز تقول ان تستدعي الكالك للجي والصم بلس اس اوف جي. طب انا عموما برضو عشان عارف انا حاليا انا بفكر معاك. أيوة فكرة اللي في بالك شفت انها غلط افكر معاك ولا لو حد معاه فكره ينفذها افضل وافهم انا لان انا حاليا ما عنديش اي افكار. طيب افكار كلها طلبت. ماشي حد يا جماعه عنده حل؟ معلش بس لا يا عم عادي براحتك. امال احنا عاملين السيشن لايف ليه؟ احمد طاهر اتفضل. واحنا ممكن نحلها نص مش عدد الارقام الداخلي اللي هي ان بلس 1 على 2 على طول. يا راجل طب افرض جيت قلت لك الارقام بتاعتك بدل ما هي 1 2 3 4 5 كانت كلها وحيد. هتنفع برضه. يستحيل. انا بتكلم في عدد الارقام اللي داخله. عدد الارقام اللي داخله يعني انت عايز تعمل ايه برضه؟ مش فاهم منك حاجه. انا اهو من غير ما اعمل الكولز انا دلوقتي استقبلت الان واستقبلت الاري اطبع ايه؟ وانا تقريبا فهمت. ثواني يا احمد كمل يا احمد. السايز بتاع الاري اللي هي نص. مش انا اقول سي اوت ان في ان بلس 1 على 2. بس الفكرة فعلا زي ما انت قلت لو في كذا رقم شبه بعض هنطرح بس التكرار مش اكتر. فاهمني؟ هنطرح التكرار مش اكتر. بالظبط. يعني انت لو قلت زي ما انت قلت 4 وحيد الناتج 10 ناقص 3 اللي هي 7. فاهمني؟ لا اله الا الله. طيب بص يا احمد انت دلوقتي لو معاك الري اللي هو 1 1 1 1 1 انت ممكن تاخد الواحد ده مع الواحد ده دول هيدولك 2 او الواحد ده انت ممكن بص انت ممكن تاخده مع ده او ده او ده او ده في كل الحالات دي هو هيطبع لك 2 فكل الحالات دي واحد. ما ينفعش تفصل بينهم اللي هم قالك سب الري. ما ينفعش تاخد واحد ده. مين قال ان هي سب الري وقال سب 6؟ هو قايل لنا مش ورا بعض هو قال سب 6 ورا بعض. سب 6 ورا بعض. لا سب 6 سب اي حاجه انت فاهمني. ثواني السب الري دول جنب بعض انما السب 6 ممكن ياخد اول عنصر مع العنصر الرابع مع العنصر الخامس عادي. هندسه اتفضل. ممكن اخد كل رقم واجربه مع كل السب سيت اللي ينفع يجيبه معاه حد داخل بالظبط. انا جت الفكره. سوري طيب عايز تعمل ايه يعني؟ مالين الكود كده؟ لا هو انا مش عارف اعملها ازاي بس طيب. بس انا حاسس ان هي هتتعمل كده فعلا. طيب بص احنا دلوقتي شغالين سب سيت ماشي يعني كل عنصر يا اما هاخده معايا يا اما هاخده يعني بص تعالى نعتبر ايه ان احنا واقفين عند الواحد يا اما تاخد الواحد ده معاك وتعمل نسخه جديده ان انت اخدت الواحد او ان انت تعمل نسخه جديده ان انت ما اخدتش الواحد. طيب عند الاثنين ده توصل لها من حتتين ان انت اخدت الواحد معاك او ما اخدتش الواحد معاك فمره تاخد الاثنين ومره ما تاخدوش. عند الثلاثه مره تاخد الثلاثه ومره ما تاخدوش. تاخد العنصر او ما تاخدوش دي ان انت بتجمعه في الصم
حلو. يعني في الترانزيشن بتاعك انت عندك هتعمل كالك للاي بلس 1 والصم، معنى كده انك ما اخدتش العنصر معاك. طيب لو قلت كالك اي بلس 1 وصم بلس اس اوف اي، معنى كده انك اخدت العنصر معاك. بس في البيس كيس بتاعتك بقى ان انت تخلص الاري، يعني لو وصلت ان الاي ايكوال ايكوال ان، ان انت خرجت من الاري. خلي بالك احنا شغالين زيرو اندكس، فكده ان انت خرجت من الاري. بعد ما تخرج من الاري انسر دوت انسرت الصم وريترن طبعا. بس كده والله العظيم. مش قادر افهم ازاي شغال بس يعني 33%. وهنا هنسي اوت انسر دوت سايز ماينس 1. طب حد ليه يقول لي ماينس 1؟ لان هو هنا ممكن يوصل ان تبقى امبتي سبست، وهو هنا قايل لك ما ينفعش يكون في امبتي سبست، فانت ضامن ان الصفر هيكون موجود في البتاع دي 15. تعال سبميت. لا اله الا الله. اكسبتت. واحده واحده تاني. مين اللي كان بيسال؟ لا انا كنت هقول لك واحده واحده تاني. ماشي واحده واحده. دلوقتي الترانزيشن بتاعنا ايه؟ ان انت لما تبقى واقف عند عنصر يا اما تاخده معاك يا اما تاخدوش معاك، صح؟ هي دي السبست كده، ان انت عند كل عنصر يا اما تاخد العنصر معاك يا اما ما تاخدش العنصر معاك. ففي الترانزيشن هتجرب مره انك تاخد العنصر معاك سوري انك ما تاخدش العنصر معاك، يعني ايه؟ ان انت تروح للعنصر اللي بعدك بنفس المجموع، او ان انت تروح للعنصر اللي بعدك بالمجموع زائد العنصر اللي انت واقف عليه. حلو. طيب البيز كيس بتاعتك ان انت تخرج من الاري. لو خرجت من الاري اعمل انسرت للصم بس كده. طب بطبع انصر ماينس 1 ليه؟ او السايز ماينس 1 ليه؟ لان هو هنا قايل لك في المساله الامبتي سبست ما تنفعش معاك. هو هنا قايل ان ما ينفعش الامبتي سبست. فانت دايما عارف ان الصم ممكن توصل بزيرو، لان انت ممكن ما تاخدش ولا عنصر. انت عند كل عنصر مره بتاخد العنصر ومره ما تاخدوش، ممكن توصل للنهايه من غير ما تاخد ولا عنصر، فانت بتطرح الزيرو اللي هو انك ما اخدتش العناصر كلها. اتفضل يا عمر. هو سؤال يعني ايه الفرق ما بين السيكونس والسبست؟ تعالى كده هي هما حاجتين، يا اما سبست او سب سيكونس او سب اري. السب اري دوت العناصر جنب بعض، لازم العناصر جنب بعض. السب سيكونس او السبست هي هياها ان العناصر ما تكونش جنب بعض. تمام ماشي. حد بيسال تاني؟ لا مفيش. طيب حد عنده سؤال في الكود دوت؟ حد رفع ايده؟ اتفضل يا احمد. وصلني مش موجود، بس هو السؤال يعني الفكره محسوبها بسيطه، يعني اللي هي مش معقده قوي في نفس الوقت جميله. ازاي كل ده الافكار اللي مثلا زي ده بالحل الكتير يا معلم؟ حل كتير بقى، فاهم؟ حل كتير. كل فكره كل ما اسالها بفكره جديده. في شيت هينزل باذن الله. وفي شيت اوريدي اسمه الكالجن، هو الكوتشي بتاع اللي عليه، فخلصت. في 7000 عندك شيت اسيوط، في عندك في 7000 شيت ممكن تحل في اي شيت منهم. بص يا ريت معلش اي حد يعرف شيت تاني غير شيت اسيوط يبعته لي، ان انا خلصته باذن الله جدا. مش عارف اسمه، هبعت على الجروب باذن الله. كده انا هعمل شيت، كده انا هعمل شيت، ما تقلقش. ازيك شيت انزل
على بكرة إن شاء الله. هو كده الكومبلكس ده الكومبلكس ان سكوير صح؟ ان سكوير لا، 2 اس ان، 2 اس ان، لان انت عند كل مرة انت معاك ان عنصر، ماشي؟ معاك ان عنصر، كل عنصر يا اما 1 يا اما 0، يا اما 1 يا اما 0، يا اما 1 يا اما 0، يا اما 1 يا اما 0. يعني 1 يعني ان انت اخدت العنصر معاك، 0 ان انت ما اخدتش العنصر معاك. فهنا عندك اختيارين، في اختيارين، في اختيارين، في اختيارين، فيبقى 2 في 2 في 2 في 2 يبقى 2 اس ان. حتى هنا هو قايل لك ان ال ان لحد 20، لو اكتر من كده ما يقدرش، اكتر من كده ما يقدرش يستخدم، ما يقدرش لو ال ان ب 40 مثلا ما ينفعش، هتضطر بقى تروح للدي بي، وساعتها قيمة العنصر نفسه لازم تقل، لازم تقل عن 10 اس 9، تبقى 10 اس 5 مثلا ولا حاجة. تمام يا جماعة، اللي عايز يسأل في أي حاجة يسأل، ما ينفعش تخرجوا من السيشن مش فاهمين، احنا بقالنا ساعتين ونص، ما ينفعش تخرج من السيشن مش فاهم. اتفضلي يا مريم. زي ما قلنا عدد الاختيارات في عدد الستيتس اللي انت او عدد الكولز اللي انت هتعملها. يعني هنا مثلا في الاري انا عندي وليكن ان عنصر، في كل عنصر فيهم مره هاخد العنصر معايا ومره مش هاخده، يبقى 2 في 2 في 2 في 2، ان انت هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2. بالبرودكت رول من الكومبيناتوركس هتلاقي ان انت بتقول 2 في 2 في 2 في 2، فيبقى 2 اس ان. تايم تايم، شكرا. ماشي. نعم. هو دلوقتي ثواني معلش، في حد بيقول ممكن تتحل بيتس؟ هي ليها حل بيتس، وده وباذن الله في سيشن البيت ماسك هنحل نفس المساله بس بالبيتس. اتفضل اللي كان بيتكلم. يعني هنا الطلب بتاع المساله بتاعتنا ان احنا بعد ما ندخل عناصر نجيب كل الطرق الممكنه ان احنا نجمع فيها الست اللي عندنا، الست اللي عندنا دي، يكون المجموع الصم الارقام الموجوده عندنا في الدي، الارقام المختلفه اللي انت ممكن تكونها، الارقام المختلفه اللي انا ممكن اتكونها منها. عشان كده طب ممكن تمثل لنا بالتري اللي احنا عملناها بالتري ازاي؟ التري. طيب بص، دلوقتي انت عندك الصم بزيرو، ماشي؟ جيت عند اول عنصر، يا تاخده معاك يا ما تاخدوش. لو ما اخدتوش فهيبقى الصم يفضل زيرو. لو اخدته معاك، وليكن مثلا انت معاك الاري 1 و2 و3 و4 و5، ماشي؟ لما تيجي عند العنصر الاول، يا تاخده معاك فهيبقى المجموع بتاعك بواحد، يا ما تاخدوش فالمجموع يبقى زيرو. طيب تيجي عند العنصر الثاني، يا تاخده معاك يا ما تاخدوش. فلو انت ما اخدتش العنصر الاول ولا التاني هيبقى زيرو. طب لو اخدت الاول، ما اخدتش الاول واخدت التاني، يبقى المجموع 2. طيب هنا لو اخدت الاول واخدت التاني، يبقى المجموع هنا زيرو، سوري، هنا هيبقى 1 لانك ما اخدتش التاني، او 3. كذلك الامر هنا هيبقى 0 3. ومش هاخد 0 1 2 0 2 5. نعم، مش هاخد تبقى 0 جنبها 1. مش ليه 1؟ انا كده خدت عنصر معايا بقت 1. لا، انا بجيب المجموع مش عدد العناصر. اوكي انا هنا في الليفل ده العنصر الاول، ده في العنصر الثاني. أيوة. ده في العنصر الثالث. تمام ماشي. اتفضل يا بلال.
هو انا كده ممكن اقول ان التيم كومبلكس ممكن احسبها بان انا اقول ان تساوي العدد الريكيرسيف كولز نص الان نص الان ولا ايه؟ يعني فاهم يعني هي دايما تبقى اكسبوننشال. انا ما اعرفش يعني ايه اكسبوننشال. اتكلمنا عربي. هو يبقى 2 اس كذا 3 اس كذا على حسب عدد الريكيرسيف كولز. شكرا. تفضل يا فاطمة. تفضل يا فاطمة. وضحت بقول لحضرتك ممكن لما حد مثلا يسال سؤال من الميتنج يقول ايه السؤال علشان بدري حضرتك عمال تتكلم وبتفعله مثلا على السؤال وانا ببقى تايهه من الرعاه. احنا 3 ميتنج بتقول ايه؟ احنا 3 ميتنج بس. حاضر ماشي حاضر. هحاول نقول السؤال تاني. طيب حد هيسال في حاجه تاني ولا نشوف مساله تانيه؟ احنا خلاص هنحل النفسك وكده خلاص قوي. شكرا بقالنا كتير قوي. ولا ممكن ناخد مسألة من هنا كمان؟ ممكن نشوف ذا ايرون بكر دي. هو الجملة اللي انت قلتها قبل المسألة من هنا وخلاص. النفسك ايه ده بقى؟ مسألة اسمها معرفش انك قايد. مسألة نفسك هنحلها. مسألة اسمها نفسك. مسألة. طيب ديت احنا لسه حلينها تقريبا. اللي هي انك تتحرك خطوة او تتحرك خطوتين او تتحرك 3 خطوات. فاحنا هنسكبها بقى. يبقى زي سهلة جدا. تعالى يا عم نروح لأسيوط. اهي النبسك. اعتقد يعني مش عارف انتوا تعرفوها ولا لا، بس فاكرين الفيديو بتاع في 2 كانوا بيتكلموا بيقولوا الاسئله بتاعه الانترفيوز مش عارف ايه والدي بي فورمولا حافظ الفورمولا ولا مش حافظ الفورمولا والنبسك ممكن تتحل جراف. هي دي النبسك بقى. وللعلم هي ملهاش حل جراف. مش عارف انتوا عارفين الفيديو ده ولا لا، بس يعني خلينا نخش في المساله. ايوه كان يقول لك ادري يقول لك ادري بس هعتبر نفسي عارف الفورمولا. جميل. والله الفيديو ده بيفطسني بالضحك. هعتبر نفسي عارف الفورمولا. ماشي. طب يلا بقى نكمل. اقراوا المساله. دخلت ايوه انا عارف عارف ان هو في اعدادي. ايوه ما عشان كده انا بخليه هو اللي يكون ليه الحقيقه ان هو يتكلم اكتر. لا معلش لا يا عم زعجتناش ولا حاجه. تمام زي طيب بص انا مش هتكلم ترجمه جوجل غير بالظبط كلمه ماشي. او كلمتين او ثلاثه. يلا بفكر في المساله. بقول لكم احنا ممكن نمرج ميتنج. يعني الميتنج الاول في 74، الميتنج الثاني 45، الميتنج الثالث 34. ممكن الناس اللي في الميتنج الثالث ممكن يروح على الميتنج الاول. الناس اللي في الميتنج الثالث هتلاقوا اللينك، تشوف اللينك بتاع الميتنج الاول وروحوا له، هيبقى احسن لكم. نوفر ميتنج بقى، اتوزعوا كده على الميتنج الاول والثاني في السريع. بس انا هوقف الريكورد اهو.